أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام بكل الخير والحب، وإحنا نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، بداية أسبوع جديد وأيضا عطلة سعيدة نتمناها لكم، وإحنا نستمر في تقديم برنامج يوم جديد وفقراته الثابتة وأيضا ضيوفة المختلفين من يوم لآخر. نتابع في حلقة هذا اليوم بعد أن أذكركم بأنه هناك مواقع للتواصل الاجتماعي، فيها صفحات على الفيسبوك تويتر يوتيوب، ممكن أن تتابعونا من خلالها وأيضا تعلقون أو تتواصلون معنا من خلالها، ونكون سعداء جدا بالتفاعل معكم. إذن نتابع في حلقة هذا اليوم. نلتقي مع شمم في فتنس وتمارين الرياضة الصباحية. وعن مرض التهاب القولون نلتقي مع الدكتور طالب الزبيدي. وعن الغرور والإعجاب بالنفس، هل هو حالة طبيعية أم غير ذلك؟ سنتحدث مع الدكتور انتصار هاشم. وتحدثنا فرح في تاتش عن مشاكل التصبغات خلال فصل الصيف. وننتقل إلى أندونيسيا وطرق كشف المجوهرات الأصلية والمزيفة. وعن الأبراج وتوقعاتها نلتقي مع جنان وزودياك. شاهدنا كان هذا استعراض سريع لأهم فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وإذا راح يكون هناك حالة الطقس، حركة المرور، حركة الطائرات، وأيضا الفقرات الأخرى الثابتة. أما الآن راح نكون مع حالة الطقس مع علي. شكرا سرمد، وصباحكم خير مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. الحالة الجوية ونشرة لهذا اليوم وتوقع درجات الحرارة في المحافظات العراقية والعواصم العربية والعالمية، وبداية من المحافظات الشمالية في العراق، وتشهد المحافظات العراقية جو صحوا مع فرصة لتصاعد الغبار في المحافظات الجنوبية والوسطى. بداية دهوك ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة 42 درجة، وأربيل 38، سليمانية 40، ونينوى 42، كركوك 42، وتكريت 38، وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المحافظات الشمالية. الأنبار في غرب العراق 40، والرطبة 38. في الوسط بغداد 40، ديالى 42، وكربلاء 40، مع جو مشمس وفرصة لحصول عاصفة ترابية في المناطق الوسطى والجنوبية. بابل 42، واسط 44، والنجف 42، أما الديوانية تكون 43 ومرتفعة قياسا بالأيام السابقة، ديقار 44 والعمارة 46، أما السماوة تكون 42 درجة، وأخيرا البصرة في المحافظات الجنوبية في العراق تكون 45 درجة مئوية. أيضا ننتقل إلى العواصم العربية، وبداية من الخليج العربي، مكة المكرمة 45 والمدينة المنورة 41، أما مسقط اللي نشاهد بها جو غائم جزئي تكون 43، دبي 41، والدوحة 39، صنعاء مستقرة على درجة حرارة 30، والمنامة 35، الكويت 38، إلى عمان اللي تكون بها درجة حرارة مرتفعة 33 وجو غائم جزئي، دمشق نلاحظ غيوم متفرقة وتكون 36 درجة، أما بيروت اللي مرتفعة بها درجة حرارة تكون 30 مع أيضا جو غائم جزئي. في القاهرة 36، وإلى دول المغرب العربي طرابلس 26 وجو غائم جزئي، تونس 26 وجو مشمس، أما الجزائر تكون 22 والرباط 24 درجة مئوية. أخيرا في العواصم العربية نواكشوط مستقرة بها درجة حرارة على 40 درجة وجو مشمس.
من العواصم العربية ننتقل إلى العواصم العالمية ونشاهد فيها توقعات درجات الحرارة لهذا اليوم. لندن 13 درجة مع فرصة تساقط الأمطار، مدريد 17 وروما 20 وجو مشمس، في باريس أيضا 13 وهطول للأمطار، أثينا 29 جو غائم جزئي، وأنقرة مع غيوم متفرقة تكون 28 درجة مئوية، موسكو 24 وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، طهران 27 وأيضا فرصة لتساقط الأمطار، كابول 34 وإسلام أباد تكون 43 درجة مئوية. نيودلهي مستقرة درجة حرارة على 45 لأيام، وبكين نلاحظ بها ارتفاع بدرجات حرارة 30 وجو مشمس، أما طوكيو 26 وسيول 29 درجة مع جو غائم جزئي. نعود إلى بغداد وحالة الطقس فيها، موعد غروب وشروق الشمس، سيكون موعد غروب الشمس في تمام الساعة 7:12 وشروق الشمس اليوم غد بإذن الله في تمام الساعة 4:53. أما سرعة الرياح المسجلة لهذا اليوم في بغداد 12 كيلومتر في الساعة، واتجاهها يكون 4.1 ويكون الاتجاه شمالي، أما مستوى الرؤية حيكون 5 كيلومتر، وأكيد تصاعد الغبار يؤثر على مستوى الرؤية. أيضا نسبة الرطوبة المسجلة لهذا اليوم 11% ونقطة الندى درجتان، أما الضغط الجوي حيكون 1003، حالة القمر 11% يكون تقدم الهلال. درجات الحرارة الصغرى والعظمى المسجلة لهذا اليوم وغدا وبعد غد، اليوم العظمى 40 والصغرى 26، وغدا 39 العظمى الصغرى 28، أما بعد غد 39 والصغرى 25. تابعنا معكم النشرة الجوية وجولة جولة سريعة في أحوال الطقس لهذا اليوم في العواصم العربية والعالمية. أكيد نعود إلى سرمد لتكملة فقرات يوم جديد. إليك الجو. شكرا علي. مشاهدينا تعرفنا على حالة الطقس في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى وأيضا في عدد من العواصم العربية والعالمية، أما الآن راح ننتقل إلى فقرة بغداد الآن.
مشاهدينا بعد ما تابعنا هذه الفقرة بغداد الآن وتابعنا حركة السيارات في شوارع بغداد، ومثل ما هو واضح اليوم سبت عطلة، يعني ما مو الحركة تكون كثيفة برغم أنه قد تكون بعد ساعات من الآن تكون حركة السيارات أكثر، بعد أن تكون كثير من الناس اللي عندها بعض الأشغال تقضيها في العطلة ممكن راح يكون الزخم أكبر في شوارع بغداد. على العموم نتمنى لكم دائما سلامة الوصول. الآن راح ننتقل إلى حركة الطائرات. مشاهدينا الآن معنا على الهاتف الأستاذ صلاح تايه من الخطوط الجوية العراقية. أهلا ومرحبا أستاذ صلاح. صباح الخير أستاذ تربت. صباح الخير لك وللرشيد العاملين بالرشيد ولمشاهدي الرشيد. حياك الله أستاذ صلاح. بداية ممكن أن تعرفنا على برنامج الخطوط الجوية العراقية لهذا اليوم. مرحبا أستاذ سرمة، تحية لك ومشاهدي الرشيد الفضائية. بالنسبة لجدول الرحلات المغادرة من مطار بغداد الدولي، هذا اليوم غادرتنا رحلة في الساعة 6:15 صباحا من مطار بغداد الدولي باتجاه مطار النجف الأشرف الدولي، ومنها مباشرة إلى النجف. في 7:30 أيضا غادرتنا رحلة من بغداد إلى دبي، وعند الساعة 9:30 بإذن الله غادرتنا رحلة من بغداد إلى اسطنبول. في 10:15 لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه بيروت، وعند الساعة 12:00 ظهرا لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى عمان. في الساعة 12:30 لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه القاهرة، وعند 5:30 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى أربيل ومنها مباشرة إلى السليمانية. في الساعة 7:30 لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه مومباي في الهند، وعند 10:00 موعد الرحلة الأخيرة وتغادرنا من بغداد إلى المنامة في البحرين. بالنسبة للرحلات القادمة أستاذ سرمد إلى مطار بغداد الدولي، هذا اليوم في الساعة 8:30 صباحا هبطت بسلام رحلة قادمة من دبي إلى بغداد، وعند الساعة 10:00 ننتظر رحلة قادمة من اسطنبول إلى بغداد، وعند الساعة 11:00 صباحا لدينا رحلة قادمة من عمان إلى بغداد. في الساعة 2:00 من بعد الظهر لدينا رحلة قادمة من بيروت إلى بغداد، وعند الساعة 6:30 مساء لدينا رحلة قادمة من القاهرة إلى بغداد. في 8:00 مساء لدينا رحلة قادمة من أربيل إلى السليمانية ومنها إلى بغداد، وعند الساعة 8:30 لدينا رحلة قادمة من البصرة إلى بغداد. في 9:30 مساء لدينا رحلة قادمة من مشهد إلى مطار النجف الأشرف الدولي ومنها إلى بغداد، وعند الساعة 11:00 مساء لدينا رحلة قادمة من المنامة إلى بغداد. الرحلة الأخيرة تأتي موعدها 3:00 فجرا، وهي قادمة من الهند من مومباي في الهند إلى بغداد مباشرة. أكيد نحن وإياكم نتمنى للأخوة المسافرين المغادرين والقادمين على متن طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية السعادة وسلامة الوصول. الأستاذ صلاح تايه من إعلام الخطوط الجوية العراقية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. مشاهدينا، لكل محبي الرياضة الصباحية وأيضا محبي الحفاظ على اللياقة البدنية، أنتم الآن على موعد مع فقرة فتنس وشمع. صباح الخير. اليوم راح نشتغل على الفخاد والمؤخرة، راح نستعمل المتلة والستب. منبلش
مع بعض شوي وورم اب، شوي نحمي العضل قبل ما ننزل على الارض. رح نعلي الركب. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لورا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي رح ننزل نقعد شوي لورا ونعلي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي رح ننزل على الارض. رح نبلش بنعلي ركبة متنية 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي هالمرة رح نردها ورا رجل اليمين ونرجع منعليها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 راح نثبت فوق 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 9 10 نثبت شوي ثاني طرف مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي من فوق من نزلة ورا ركبة اليسار نرجع من عليها 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كمان 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لفوق حركة صغيرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نثبت شوي اوكي منريح اوكي رح نتمتد على المتلة رجعنا على ستيب اوكي منعلي
مع بعض. نبلش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كمان 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نسبة 4 هالمرة على كعبنا، عالكعب منعلي قد ما فينا، عم نشد عضلات مؤخرة. 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نسبة شوي 4. اوكي رح نرجع مع بعض. هالمرة رح نفرد ركبتنا، رح نعليها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كمان 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هالمرة كمان رح ناخدها على طرف، بنرجع منعليها لفوق 1 2 3 4 5 6 7 9 10. دايما نشط الإجر رح يكون flex. اوكي منعليها، نجيبها على طرف، نرجع منعليها. الظهر لازم يكون مطعور كل الأد، ظهر ثابت جلس ظهر. اوكي قد ما فينا منعلي، مش ضروري كتير نعلي لفوق، فينا نعلي لهون بس لنحس بالعضلة عم تشتغل. اوكي يلا رح نثبت حركة كتير صغيرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نسبة شوي. تاني طرف نفرد، رح نعلي وننزل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح نبدل، ناخذها على طرف، نرجع منعليها 2 3 4 5 7 8 9 10. بعد كمان 10 1 2 3 4 5 8 9 10. اوكي حركة كتير صغيرة فوق، عم نشد 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نسبة شوي ومنريح.
اوكي رح نرجع من مع الارض. رح نعلي نفتح نسكر لتحت 1 2 3 4 5 7 8 9 10 كمان 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي رح نقرب شوي الستات على كعب الاجر بنعلي نسكر فوق ولتحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كمان 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نسبت شوي فوق. اوكي رح نرجع مثل ما كنا منبلش هالمرة على طرف، ناخد مرة على طرف مرة لورا متنية دايما، واحدة على طرف واحدة لورا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 10 3 4 5 6 7 8 9 10 نتنية منقربها شوي لقدام نتنية تانية جلسة رح ننزل لتحت اوكي تاني طرف مع بعض متنية مرة على اليمين مرة لورا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نسبة شوي فوق منقرب قد ما فينا منشد التانية لورا ننزل على عكسنا ونتنفس أكيد وآخر تمرين لليوم نرجع على ستيب أو فيكم تحطوا حيلا شي تعلوا رجليكم مسكرين 3 4 5 6 7 8 9 10 رح نثبت شوي لنحس بالعضلات اللي اشتغلنا عليهم ونريح
اوكي شوي ستريتشنج على الطرف الثاني طرف وهيك بتكون فقرتنا لليوم خلصت ان شاء الله تكونوا حبيتوها اشوفكم بكره مشاهدينا تابعنا الفقرة الرياضية فقرة فتنس مع شمم ووصلنا الآن إلى فقرة كتبت بغداد مع قصي يسعد صباحك سرمة شكرا جزيلا لك أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومطالعة سريعة لأبرز ما كتبت به كتبت بغداد لهذا اليوم من صحافتنا لهذا اليوم نبدأ كالمعتاد من صحيفة الصباح وأبرز ما جاء فيها الغربية ترفض فتاوى التعرض للقوات الأمنية ونقلت تحت هذا العنوان رفضت محافظة الأنبار وصلاح الدين فتاوى تعرض القوات الأمنية بصنوفها كافة مؤكدتين أن ساحات الاعتصام والمساجد ومكاتب الإفتاء في المحافظة تحرم سفك الدم العراقي والاعتداء على قوات الجيش والشرطة يأتي ذلك في وقت استمرت التظاهرات في محافظات عدة إلا أنها اتسمت ببعض الهدوء في رابع جمعة على التوالي رغم بروز بعض الأصوات التي طالبت الرئاسات الثلاث بتقديم الاستقالة الجماعية نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون عبود الشعلان قال في تصريح خاص به المركز الخبري لشبكة الإعلام إننا ما زلنا ملتزمين بالخط السلمي للتظاهرات وأشار إلى أننا ندعم بشكل مستمر هذا الخط رافضين بشكل قاطع انزلاق الأنبار أو أي محافظة كانت إلى الحرب الأهلية في البلاد وتابع ندعم فكرة مجيء رئيس الوزراء نور المالكي إلى محافظة الأنبار ليترأس إحدى جلسات مجلس الوزراء حتى تستطيع في الوقت نفسه مناشدة المعتصمين لتشكيل وفد للقاء رئيس الوزراء بخصوص تنفيذ مطالبهم وسحب البساط من تحت المتصيدين بالماء العكر وحل مسألة التظاهرات الموجودة في المحافظة وأيضا نطالع في صحيفة الصباح شمول جميع المواطنين بمشروع البطاقة التموينية الذكية أعلنت الحكومة العراقية شمول جميع المواطنين بمشروع البطاقة التموينية الذكية الجديدة بضمنهم من حجبت عنهم البطاقة القديمة لأسباب شتى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روزنوري شاويس قال إن الحكومة أولت اهتماما خاصا بمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه عملية توزيع المفردات التموينية إذا كان التركيز ينصب على كيفية تقديم هذه الخدمات لأبناء الشعب بيسر وكفاءة إلا أن مسيرة العمل على مدى الأعوام الماضية كانت متعثرة وواجهت الأسر العديد من المتاعب من أجل الحصول على المواد الغذائية بما يحقق أمنها الغذائي وأشار إلى أن الحكومة استبدلت النظام الحالي للبطاقة التموينية الذي تتولى مسؤوليته وزارة التجارة بآخر تقوم فكرته على تبني أسلوب البطاقة الذكية بما يتيح للأسر الحصول على المواد التموينية عبر منافذ تسويقية تمنح المواطن المرونة الكاملة في توقيت عملية تسلم المواد واختيار الأسواق المناسبة له بما يخفف عن كاهل وزارة التجارة الكثير من الأعباء الإدارية والتنظيمية والتسويقية فضلا عن التخلص من حركة الوكلاء التي أثبتت السنوات الماضية تلكؤا منها وضعف الالتزام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وأيضا النتائج الأولية تعلن اليوم ومحافظات عراقية شهدت زخما عند مراكز الاقتراع الإيرانيون اختاروا خليفة لنجد أدلى الناخبون الإيرانيون أمس الجمعة بأصواتهم لاختيار خلف للرئيس محمود أحمد نجاد في انتخابات رئاسية من غير المرجح ينتج عنها تغييرات جذرية وأغلقت صناديق الاقتراع في الساعة 7:30 أمس بتوقيت بغداد بعد تمديد عملية الاقتراع لثلاث ساعات ولم تعلن على الفور نسبة المشاركة إلا أن هناك أكثر من 50 مليون إيراني لهم حق الاقتراع من بينهم 1.6 مليون انضموا للمرة الأولى إلى قوائم الناخبين والانتخابات التي يختار فيها الناخبون واحدا من بين 6 مرشحين هي أول انتخابات رئاسية منذ الانتخابات المطعون فيها التي جرت في عام 2009 والتي أثارت اضطرابات سياسية استمرت شهورا في الجمهورية الإسلامية
وشهدت مراكز الاقتراع التي افتتحت في بعض المحافظات كالبصرة وكربلاء والنجف زخما في المشاركة بحسب ما نقله مراسل الصباح هناك، مؤكدين أن العملية الانتخابية جرت بيسر من دون حوادث أمنية تذكر. ومن صحيفة الصباح ننتقل إلى صحيفة الزمان ونطالع فيها. في الزمان، برلمان كردستان يعقد غدا جلسة لمراجعة دستور الإقليم. يعقد برلمان إقليم كردستان العراق يوم غد الأحد جلسة لدراسة رسالة رئيس إقليم مسعود البرزاني بشأن مشروع الدستور. وذكر مستشار رئيس البرلمان طارق جوهر في تصريح صحفي أمس إن رسالة البرزاني وصلت إلى البرلمان وتضمنت إرسال أجوبة ومقترحات الأحزاب السياسية في الإقليم التي أرسلت إلى رئاسة الإقليم خلال الأيام الماضية بعد رسالة البرزاني إلى الأحزاب والقوى السياسية في كردستان. وأضاف أن رئاسة البرلمان ستعقد اجتماعا يوم غد الأحد لدراسة فحوى رسالة رئيس الإقليم ومقترحات الأحزاب السياسية، موضحا أن رئاسة البرلمان ستقوم بدراسة جدية لهذا الموضوع لكونه ينطوي على أهمية كبيرة في العملية السياسية في كردستان العراق. وأيضا نطالع في صحيفة الزمان، الأمم المتحدة ترحب بتطور العلاقات الكويتية العراقية. رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتطورات الحثيثة التي شهدتها العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور عياد العتيبي أن مون أجرى اتصالين بقيادتي الكويت والعراق مساء الخميس، أعرب خلالهما عن سعادته وتهانيه بتطورات علاقات البلدين. وأيضا نطالع في الزمان، استشهاد مرشح لانتخابات الموصل وجرح 3 من عائلة بحادث سير في إديالة. استشهد مرشح التجمع الجمهوري العراقي لخوض الانتخابات المحلية في محافظة نينوى مهند غازي آل مراد الحمداني خلال اعتداء مسلح ظهر أمس، وهذا هو الاعتداء الثامن على مرشحي المحافظة منذ بدء الحملات الدعائية لهذا العام الجاري. وذكر مصدر أن الحمدان استشهد أمس على يد إرهابيين أطلقوا النار عليه من أسلحة خفيفة بعد خروجه من صلاة الجمعة في حي الزهراء في مدينة الموصل. وأضاف أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا على مكان الحادث وأقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي. ومن الزمان مشاهدينا ننتقل إلى المشرق ونطالع فيها. في المشرق، علي العلاق لاتفاق تحالف مع أربيل بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة. لا يعتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق أن مباحثات أربيل بين المالكي وبرزاني تضمنت اتفاقا أو تحالفا ما بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، كذلك في حوار سريع أجرته معه المشرق. وعن سؤال هل هناك توقعات جديدة لمدى نجاح المباحثات بين المالكي وبرزاني، قال العلاق: أتمنى أن تكون هذه المباحثات فاتحة خير ومحاولة لإزالة التوتر الذي تراكم خلال الفترة الماضية بين الإقليم والحكومة المركزية، وإن هذه اللقاءات ستكون مؤثرة جدا إذ ستخلق فرصا للتقارب والطمأنينة بين الطرفين، وستكون المباحثات جادة على صعيد الحوار البناء لوجود قضايا دستورية ذات طابع تنفيذي تحتاج إلى علاج من قبل الطرفين. وأيضا هذا ما كتبت به المشرق لهذا اليوم. ننتقل إلى صحيفة أخرى وهي الزوراء. في الزوراء ونطالع فيها، لجنة الثقافة الصحافة العراقية تعيش مرحلة الازدهار ونقابة الصحفيين تعد الأكفاء. يحتفل الصحفيون العراقيون اليوم بذكرى عيد الصحافة الذي بدأ بانطلاق صحيفة الزوراء عام 69 و800 ألف. مع ذكرى مرور عيد الصحافة، قالت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية إن الصحافة العراقية تعيش في أوج ازدهارها عما كانت عليه سابقا، فيما وصفت كتلة الأحرار البرلمانية نقابة الصحفيين بأنها أول نقابة استطاعت رفع اسم البلاد في الخارج وتمثيله عالميا. وقال عضو لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية سامن فوزي لصحيفة الزوراء: إن الصحافة العراقية تعيش مرحلة جديدة تستطيع أن تعمل وتبدي رأيها من دون أن تكون أداة بيد الدولة، بعكس عما كانت عليه سابقا قبل 2003، مبينا أنها تعيش في أوج ازدهارها وتسير في الطريق الصحيح لنيل حقوقها وممارسة عملها في آن واحد. وأضاف أن هناك عدة نقابات تعمل في العراق، لأن نقابة الصحفيين في الوقت الحاضر تعد الأولى والأكفأ في عملها، مفيدا أن اللجنة وبالتعاون مع نقابة الصحفيين وضعت اللجنة الأولى لحرية الصحافة
من خلال إقرار قانون حماية الصحفيين، ومن المؤمل إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومة وحرية التعبير. إلى ذلك عاد النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي الصحافة العراقية بأنها بدأت تشق طريقها بجدارة وسط التناحرات السياسية. وأيضا بحر العلوم قضية ميناء مبارك تم تجاوزها. بينما وصف السفير العراقي لدى الكويت محمد حسين بحر العلوم زيارة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى بغداد بالطيبة والتاريخية، وإنها وضعت الأسس لمستقبل العلاقات الكويتية العراقية. ذكر أنه لا توجد مشاكل ثنائية بين البلدين إطلاقا، لافتا إلى أن قضية ميناء مبارك تم تجاوزها. وأشار بحر العلوم أن توقيع الاتفاقية المشتركة بين البلدين لتنظيم الممر المائي في خور عبدالله تتضمن الحلول لميناء مبارك وخور عبدالله، حيث تنظمهما هذه الاتفاقية، لافتا إلى أنها معروضة الآن أمام البرلمان العراقي للتصديق عليها. وقال عند توقيع الاتفاقية تم تجاوز شيء اسمه مشاكل، وبحال ظهور أي مشاكل في المستقبل فإن الاتفاقية هي الإطار المشترك لحلها. هذا ما كتبت أيضا به صحيفة الزوراء. ننتقل إلى صحيفة الصباح الجديد ونطالع فيها. انتهاء التحقيق في قضية المركزي واستبعاد محاكمة الشبيبي غيابيا. كشف مصدر نيابي أمس الجمعة عن انتهاء التحقيق في ملف الإدارة السابقة للبنك المركزي، مشيرا إلى أن 8 متهمين فقط تبقوا في هذه القضية من موظفين 7 تم إطلاق سراحهم بكفالة، في حين ما زالت معاون مدير مكتب غسيل الأموال محتجزة وتم إحالتها إلى المحكمة المختصة، مرجحا أن يصدر قرار بالإفراج عنها لعدم كفاية الأدلة. يأتي ذلك في وقت أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عن عزمها تضيف المحافظ الحالي عبد الباسط التركي لمعرفة ما وصلت إليه خطواته في طريق خفض سعر الدولار. وأيضا نطالع المالكي يعز بوضع مسار لإصلاح قانوني ودستوري جديد في العراق. أوعز رئيس الوزراء نور المالكي إلى هيئة مستشاريه بالعمل على وضع حزمة متكاملة من الإصلاحات القانونية والدستورية دفعة واحدة. وعلمت الصباح أن الدكتور ثامر الغضبان كبير مستشاري رئيس الوزراء يعكف مع عدد من الخبراء والقانونيين العراقيين والدوليين على وضع تفاصيل حزمة الأنظمة لطرحها أمام البرلمان بسلة واحدة وتضمينها ملاحظات ومقترحات المعارضين والمختصين. إذن مشاهدينا الكرام انتهينا وإياكم من مطالعة العناوين السياسية لهذا اليوم، بالعودة إلى الأخبار الفنون وأخبار زاوية أخبار وفنون لهذا اليوم. ونطالع في صحيفة الصباح. في الصباح الأميرة كايت تدشن سفينة سياحية في ساوثهامبتون. دشنت كايت زوجة الأمير ويليام التي تنتظر مولودا في تموز الخميس الماضي في إنجلترا السفينة السياحية رويال في ساوثهامبتون في آخر التزام رسمي لها بمفردها قبل ولادة طفلها المرتقبة كثيرا في بريطانيا. وستمضي زوجة الأمير ويليام الشهر الأخير من حملها بعيدا عن الأنظار، فيما تكثر التكهنات حول تاريخ الولادة ومكانها وجنس المولود خصوصا. هذا ما كتبت به مشاهدينا صحيفة الصباح. ننتقل إلى صحيفة أخرى وهي الزمان. في الزمان المشي 15 دقيقة يحمي المسنين من السكري. قال باحثون أمريكيون أن السير لمدة 15 دقيقة بعد كل وجبة قد يحمي الأشخاص المتقدمين في السن من الإصابة بداء السكري من نوع 2. ذكرت مواقع طبية أمريكية أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جورج واشنطن أفادت بأن المشي بعد وجبة الطعام يساهم في تنظيم السكر في الدم. حذرت الدراسة من أن السكر في الدم يعد من الوجبات الطعام يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، لذلك فإن الراحة بعد الأكل هو الأمر الأسوأ الذي يمكن أن تقوم به. هذا ما جاء في صحيفة الزمان لهذا اليوم. مشاهدين ننتقل إلى المشرق ونطالع فيها. في المشرق بسبب يسبب الأرق لا تأخذ هاتفك إلى سريرك. كشفت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون أمريكيون أن الهواتف الذكية والإلكترونية اللوحية تسبب الأرق للإنسان، لأن الضوء المنبعث من الهاتف الذكي يتداخل مع هرمون الميلاتونين المسؤول عن التحكم في دورة النوم واليقظة الطبيعية. وأكد الدكتور لويس كران المؤلف المشارك في هذه الدراسة العلمية وطبيب نفسي وخبير النوم إن الناس في الماضي كانوا يذهبون للفراش ومعهم كتابا للقراءة قبل النوم، أما الآن فيذهبون للفراش ومعهم جهازا لوحي للقراءة، لكنهم بعد ذلك لا يستطيعون النوم، مما جعلنا نفكر أنه ذو تأثير سلبي على عملية النوم.
وأيضا نطالع في صحيفة الزورة لهذا اليوم، السلطات الأمريكية تطالب مصنعي الهواتف الذكية بتقنية تمنع تشغيل الهواتف المسروقة. أطلقت السلطات الأمريكية في نيويورك وسان فرانسيسكو حملة وطنية ترمي إلى تخفيض سرقات الهواتف الذكية، داعية في الوقت نفسه المصنعين لتطوير تقنيات تجعل الهواتف المسروقة غير قابلة للتشغيل. ونقلت عن المدعى العام في ولاية نيويورك قوله إن ظاهرة سرقة الأجهزة المحمولة وإعادة بيعها تشكل خطرا متناميا في الولايات المتحدة، برغم أحاث المصنعين إلى اتخاذ تدابير مسؤولة تضمن أمن المستهلكين. أيضا ومشاهدين هذا ما كتبت به الزوراء من أخبارها الفنية، ننتقل إلى آخر صحفنا الصادر لهذا اليوم وهي الصباح الجديد. وزراء مصر يعرضون هداياهم للبيع بمزاد علني. تنظم وزارة المالية المصرية مزادا علنيا الأسبوع الماضي لبيع الهدايا التي تلقاها رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة وكبار مسؤولين من العرب وزعماء دول أجنبية والشخصيات الدولية التي زارت مصر خلال الفترة من يوليو تموز 2012 وحتى بداية يونيو حزيران الجاري. وأشار الموقع الرسمي للتلفزيون الحكومي أخبار مصر إلى أن الهدايا ستتضمن أيضا تلك التي قدمت لأعضاء الحكومة المصرية خلال رحلاتهم الخارجية، وذلك لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية. وأضاف الموقع نقلا عن وزير المالية أن تلك الهدايا تضم ساعات ثمينة لأشهر الماركات العالمية من جانب سيف من الفضة الخالصة وأطباق من الفضة وسجاد من الحرير، إضافة إلى أجهزة إلكترونية وتليفونات محمولة وغيرها من الهدايا. وفي ختام كتابة بغداد لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى سرمد لتكملة باقي فقراته، لكن بعد أن نطالع مع هذا الكاريكاتير في صحيفة الصباح الجديدة. مشاهدينا بعد ما تابعنا ما منشور في صحافة هذا اليوم، أيضا ما يفوتنا أنه نهنئ الأسرة الصحفية في العراق وأيضا نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين بعيد الصحافة العراقية اللي صادف هذا اليوم، متمنين دوام التألق والإبداع في خدمة الكلمة الحرة وعراقنا الغالي. مشاهدينا الآن راح نكون مع تهيج الكورونا المزمن، أسبابه وطرق علاجه هو موضوع حديثنا مع الدكتور طالب الزيدي اختصاص الطب الباطني. إذن مشاهدينا راح نتكلم اليوم عن تهيج القولون المزمن مع الدكتور طالب الزيدي. اهلا ومرحبا دكتور، صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير، حياك الله. بدايه دكتور، يعني هذا الموضوع موضوع امراض القولون وتهيج القولون يسيطر على حادث الناس بشكل يومي، لذلك بدايه تعرفنا على القولون، امراض القولون، ما هو تهيج القولون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو تهيج القولون هو مرض وظيفي يصيب الامعاء الغليظة، وتظهر أعراض على شكل أوجاع في منطقة البطن صاحبة في بعض الأحيان انتفاخ وعمليات قبض وإسهال. يصيب الفئة العمرية عند الشباب ومتوسط العمر، ويستمر الفترات سنين طويلة يعني يرافق المريض، تختلف الشدة من وقت إلى آخر ومن مريض إلى آخر. في بعض الأحيان تكون أعراضها خفيفة في أوقات معينة، وفي أوقات أخرى يكون شديد. تهيج القولون الحقيقة هو مشكلة اجتماعية ومشكلة نفسية وأيضا مشكلة اقتصادية، السبب تأثيرها سلبية على صحة الإنسان. خلينا أذكر مشاهدين الكرام بأنه هواتف البرنامج مهيئة لاستقبال اتصالاتكم على الأرقام اللي تظهر تباعا أسفل الشاشة. دكتور، تكلمت بوصف عام عن تهيج القولون، لكن هناك تهيج قولون مزمن وآخر غير مزمن؟
لا هو القولون طبعا اعراضه تكون تستمر لفترات طويله يعني عند ترافق الانسان لسنين او اكثر، وفي بعض الاحيان في فتره معينه وتختفي، فهو ماكو مزمن واحد، ولكن توقيته في بعض الاحيان اذا تشخيص اول يعتبر هذا حاد يعني حديث ما كان عند المريض سابقا تهيج قولون، اما اذا استمر فتره طويله يعتبر هذا قولون مزمن، اغلب الاحيان هو فتره طويله يرافق المريض. خلينا نفصل الاسباب والاعراض وايضا فيما بعد العلاج. أسباب تهيج القولون هو طبعا العامل الأساسي، العامل الأساسي اللي لتهيج القولون المزمن هو العامل النفسي. معظم الناس اللي يعانون من تهيج القولون المزمن هو هنالك في اضطرابات نفسية، حالة توتر، القلق، الانفعالات، الخوف الشديد ينعكس على صحة الإنسان. أكو مشكلة أخرى في تهيج القولون، يعني هو تهيج القولون في حد ذاته في بعض الأحيان الإنسان لما يمر في ظروف عصيبة أو يعاني من حالات اضطرابات توترات يؤدي إلى تهيج القولون. تهيج القولون أعراض تهيج القولون هي أيضا سبب عامل نفسي للمريض، فراح ندخل في دائرة مغلقة، إنه تهيج القولون يؤدي إلى توتر نفسي، والتوتر النفسي والانفعالات يؤدي إلى تهيج القولون. في هذه المرحلة يجب قطع هذه الدائرة في حالة الاطمئنان. هو ترى مرض القولون هو مو مرض يؤدي إلى حدوث مضاعفات أو مشاكل حتى لو استمر باستثناء الأعراض، يعني ما يؤدي إلى أي مضاعفات تضر صحة الإنسان لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل، بس بسبب انزعاج، لكن أي انزعاجات واضطرابات صح لا يستهان بها، قد تكون كبيرة ولها تأثيرات سلبية على وضع الإنسان، بس هو كمرض هو ليس مرض عضوي، هو مرض وظيفي. زيادة ممكن تفهم المشاهد أكثر يعني شو الفرق بين المرض العضوي والوظيفي؟ ها، أكو أمراض عضوية ناتجة عن خلل، إما يكون التهاب أو يكون أورام لا سامح الله أو تقرحات في القولون، أو هاي يسموها أمراض عضوية ناتجة عن خلل في القولون نفسه، مرض أنسجة يسموه، يعني نسيج القولون عليل في مرض معين. أما بالنسبة للقولون فهو اضطراب وظيفي فسلجي ليس بمرضي، ناجم عن زيادة تحسس الأمعاء للألم، فهو أيضا مو مرض عضوي. يعني لما نجري فحوصات كاملة كل الفحوصات تطلع طبيعية، اللي هي هاي علامة من علامات التشخيصية لمرض تهيج القولون. طيب أبرز أعراض هذا المرض، من أهم علامات المرض هو دائما أكو بمجموعة الأعراض، من ضمنها هو الألم. الألم يكون أسفل البطن، ينتقل من منطقة إلى منطقة أخرى. الألم دائما يكون مصحوب في انتفاخ البطن، يعني دائما المريض يشكي من غازات مستمرة وانتفاخ قبل وبعد الأكل. كذلك يعاني المريض من حالة قبض، يعني حالة القبض أو حالة الإمساك، يعني تغير في طريقة البراز. زين، ممكن تكون الأعراض مجتمعة في نفس المريض، وممكن تكون صفة سائدة لأعراض دون آخر، مثلا يعني ممكن يكون إمساك وممكن يكون إسهال، ممكن تكون دائما إمساك في بعض الأحيان، وممكن يكون دائما إمساك إسهال، وممكن يكون فترات متناوبة بين الإمساك والإسهال، ممكن يكون فقط انتفاخ، يشخص القولون فقط في وجود انتفاخ في البطن، وممكن يكون فقط في وجود ألم في منطقة البطن. خلينا ناخذ اتصال هاتفي ويانا صبار من ديالة. نعم صبار، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحة؟ يا أهلا ومرحبا، تفضل. رجاء برجع عملك، أنا سؤالي تقريبا من سنة وأربع حضائر لحظة، راجع دكتور زياد الجرديني اللي بغداد. نعم. أخذت نابور وما أعرف شنو، قال عندك التهاب بالمعدة. نعم. الأعراض ما تروح عندي، يصير عندي حموضة مرات، يعني خروج مو طبيعي. نعم. سؤالك بالضبط أنه تريد نصيحة من الدكتور أنه يعني كيف يكون؟ ألم في المعدة؟ يعني ممكن الدكتور يسألك بشكل تفصيلي إذا كان عندك سؤال للدكتور. العلاج اللي كتب لي الدكتور الإدراك. طيب دكتور سمعت أعراض الأخ صبار، يعني المشكلة بالمعدة طبعا مو قولون. احنا من نتكلم عن شيء اسمه تهيج في القولون أو اضطرابات القولون أو متلازمة القولون العصبية، هذه نقطة كلش مهمة. يعني المهم أنه من نجري فحوصات ماكو فد علة مرضية، لا قرحة لا أي. الأخ المشاهد سيقول أنه عنده التهاب في المعدة، وجود الالتهاب لا يعني تهيج القولون، هذا حالة مرضية خاصة يجب علاجها وفق الحاله اللي يطلبها الطبيب المختص. شنو يعني انت وجود التهاب المعده؟ هل هي قرحه في المعده ام هي فقط التهاب بسيط؟ اذا التهاب يتعالج، واذا قرحه ايضا تتعالج. عموما هو وجود الالتهاب لا يعني انه حالتك هي تهيج القولون، يعني مو من ضمن مرضى تهيج القولون. شكرا صبار. معانا الان محمد من النرويج. نعم محمد. صباح الخير.
صباح الخير عليك محمد وعلى كل العراقيين المتواجدين في أوروبا وفي كل دول المهجر، ونتمنى لك نهار سعيد. تفضل. الله يسلمك حبيب. إذا أمكن أنا سويت عملية زرع نخاع. نعم. ويعني كان عندي عملية سرطان بالدم، وبعدين سويت عملية زرع نخاع قبل 4 سنوات. وصار بعد العملية عندي ألم بالقولون بالبطن، وعندي دائما يكون إسهال ونوبات تجيني لوية قوية، وصار عندي انتفاخ شوية بالبطن لاحظت بهذا الموضوع. فأريد شو أعرف الأعراض، يعني الدكاترة الموجودين هنا يقولوا لي هاي من العملية، وراء العملية صار هذا عندك الألم من البطن بس أنا دا أحس أنه آلام قوية نوبات، وعندي إسهال دائم. واضح محمد، أنا أشكر اتصالك حتى ممكن أن تسمعنا من التلفزيون جواب الدكتور على سؤالك بخصوص القولون. شكرا لك ولاتصالك. دكتور الأخ محمد كان يتكلم على مشكلة صارت عنده بعد إجراء عملية، هل هذا ممكن أم إلى علاقة بالحالة النفسية؟ هو هذا بالنسبة تشخيص القولون في مثل هذه الحالات يكون نسبته قليلة جدا. لازم نبحث على أكثر من سبب للآلام، لأنه أجرى عملية زرع نخاع العظم وخضع النظام دوائي شديد وضعفت المناعة لدرجة كبيرة، فممكن يكون الأخ تعرض إلى التهاب فطريات، التهاب بكتيريا، التهاب. فيجب أن قبل أن نشخص قولون بمثل هذه الحالات إجراء فحوصات أكثر دقة، وآخر شيء نفكر فيه هو القولون. آخر شيء نفكر صح ممكن انه الا العمليه واجراءها والوضع النفسي تسبب انعكاسات كشكل تهيج القولون، ولكن هذا يعتبر تشخيص حذر، يجب ان يجري كل الفحوصات، واخر شيء نقول عليه القولون بمثل حاله الاخ المتصل. شكرا لك محمد، يمكن سمعت هذه النصيحه من الدكتور. ويانا الان سؤال اخر، حنان من بغداد. نعم حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. بدون تحماني معي شيء وبنفس الوقت قالان. نعم. يعني بقيت أشرب المي أثر علي، وبنفس الوقت يعني عندي إسهال شديد إياه. طيب سويت نعم أسمعك حنان، سويت التحاليل حتى الدكتور يكون على بينه من كل اللي سويتي؟ راجعتي أطباء؟ لا والله ما مسوي أي تحاليل، بس أنا يعني بدأت أتعالج وأخذ علاج بلا أعصاب يعني. نعم. وهالمرة هالوجبة اللي أخذتها يعني قد مرة دمرت معي قد مرة. واضح، شكرا لك حنان. نسمع الدكتور. احنا قبل ان نشخص القولون، قبل ان نقول هذه الحاله هي تشخص يتهيج في القولون، يجب ان يخضع المريض الفحوصات كامله ودقيقه بما يرتئيه الطبيب الاختصاص. اذا ثبت انه المريض عنده تهيج في القولون، ثبت انه عنده مو مرض عضوي يعني لا التهاب مجارى بوليه، المراره تنفحصها بالشكل الصحيح، اذا ماكو اي اعراض اخرى حذره، نقدر نقول هذه الحاله تهيج قولون. لا يجوز الحكم مسبقا بدون اجراء فحوصات على انه الحاله تهيج قولون. ليش؟ لان هو القولون اصلا القولون هو مرض وظيفي، احنا من نجري فحوصات ما راح نلقى شيء فنقول انه تهيج في القولون. اذا ان شاء الله استفادتي من هذه النصيحه. وانا الان صفاء من بغداد. نعم صفاء. الو. الو نعم تفضل. الله يساعدك عيني. هلا ومرحبا. اني عندي انتفاخ يصير بالليل فقط، انتفاخ ومن انا عندي فتخ ويا فجاه يأذيني كل شيء، يعني انتفاخ هذا ما ادري راح صار يمكن سنتين ثلاثه. نعم واضح، يعني رحت اطباء، راجعت، سويت تحاليل. والله انا اسوي تحاليل مو اسوي المستشفى، ما رحت الاطباء يقول لي اسم التهاب قولون. دكتور عندك سؤال إلى ممكن حتى لا هو السؤال واضح طيله ما انه اكو فتق. شكرا صفاء، يبدو انه انقطع الاتصال. اكو نعم. مرض عضوي هو الفتق مثل ما ذكر الاخ هنا، يعالج هذا المرض ويجري فحوصات كامله، نصيحتي الى اتوجه الى بها انه يعالج الفتق كمرحله اولى، لان هذا الفتق يجب معالجته حتى لا تولد مضاعفات اخرى. زين، فيعالج الفتق كمرحله اولى، وبعد ذلك يجرى فحوصات عامه، اذا ثبت انه الفحوصات ما بها شيء فياخذ علاج لتهيج القولون. بالمناسبه هو من الامور اللي ممكن معالجتها وممكن السيطره عليها، القولون مو من الامراض المستعصيه وحتى اللي ما تسبب اي ضرر للانسان، لان مثل ما تكلمنا هو مو مرض عضوي. طيب دكتور، يعني مما تؤمن الاتصالات الاخرى، مسألة الحالة النفسية وعلاج وعلاقتها بأمراض القولون، وبالتالي ذكرت في بداية حديثك أنه أكو ارتباط عكسي، يعني أحيانا يكون التوتر هو سبب القولون، والقولون
هو سبب التوتر. في هذه الحالة يعني كثير من الضغوطات اليومية يعيشها المواطن العراقي مثلا. صحيح. فبالتالي ممكن نعتقد أنه كل شخص اليوم بالعراق عنده تهيج بالقولون إذا كان هذا يعني الحديث بهذا الشكل. مو إحنا أكو ملاحظة مهمة، يعني أغلب الناس ما يتقبل تهيج القولون على أساس أنه اضطراب وظيفي واضطراب فسلجي. هذا يعتقد أنه يكون مرض معين. ليش؟ لأنه هو يقول لك أنت حجم التشخيص ما يتناسب ويا شدة الأعراض اللي أنا أعاني من عدة مع الألم الموجود لسنين ولفترة طويلة. أنا أعاني من مرض وقبض وإسهال، ويجي الطبيب يقول لي تهيج القولون، ولما نسأله شنو تهيج القولون يقول لي مثلاً عامل نفسي وإحنا كل الوضع العام. لا، هو يجب أن يطمئن أنه فعلاً هي الحالة نفسية. تبقى ليش مرضى كل الناس مثل ما قلت أنت كلهم يتعرضون للضغط نفسي وتوترات نفسية. ليش ناس يصير عندهم ليش ناس ما يصير عندهم؟ هاي طبعا لها علاقة فسلجة الجسم، طبيعة الجسم، تقبل الجسم. مثل ما مريض يصير عنده ضغط، مريض ما يصير عنده ضغط، مريض يصير عنده عجز في القلب، مريض آخر فما راح يصير عنده، يعني هاي اختلافات، اختلاف الجسم واختلاف فسلجته ووظيفته من شخص إلى آخر. نأخذ سؤال آخر. عماد من النجف. نعم عماد. أنا مرحبا، تفضل عماد. الشاهد أنا عندي هذا وصف الطبيب مرض قولون وحوالي عن صار لتلسين أكثر، وآخر يتفتت علاج وتركت العلاج، بس هو يبقى تهيج وعندي مساق قبل يعني يظل 10 أيام أكثر يعني، وألم بالليل بهذا منطقة القولون، وماكو يعني آخر مرات مثل الدواء تاخذي ما تشنجات ما يشيدني. وبكي الدكتور يا أزحاكي. إيش قد عمره ابنك بلا زحمة؟ إيه واحد. عمره إيش قد ابنك عمره بلا زحمة؟ ابنك اللي هو عمري. هو واحد 50 سنة. 51 سنة وضعيف، حيل ضعيف. إيش قد صار؟ إيش قد صار للقولون؟ إيش قد صار للقولون عندك؟ وزن 63. يقول 3 سنين دكتور. 3 سنين. شكرا أسا نجاوبك يا أخي. نعم. شكرا شكرا عماد، تسمعنا من التلفزيون إن شاء الله. طبعا أكو أكو ملاحظة جدا مهمة يعني نبهنا عليها الأخ هنا. أكو تشخيص الحذر للقولون مثل ما ذكر الأخ قبل فترة من النرويج، قبل لحظات من النرويج، أنه عنده زارع نخاع عظم وما بعد النخاع صار عنده هذا الألم. هذا ما ممكن يكون تهيج قولون، لأن إحنا هذا ممكن يكون نتيجة ألم يعني مشكلة عضوية في أعضاء الإنسان. أكو علامات حذرة ضد تشخيص القولون، يعني مبدئيا نحكم عليه أن هذا مو قولون مثلا، لا اللي هي راح نشير عليها من خلال هذا البرنامج. المريض إذا عانى من ناحية يعني مثل ما ذكر الأخ هسه، نزول في الوزن مفاجئ في الوزن، هذا أبدا ما ممكن يكون تهيج قولون. ارتفاع في درجة الحرارة مستمر، هذا مو تهيج قولون. إذا كان هنالك نزف في الخروج، هذا مو تهيج قولون. إحساس أنه عقد أو كتلة موجودة في البطن، هذا مو تهيج قولون نهائيا ولا إلى علاقة في تهيج القولون. كذلك العمر إلى دور، مثلا إذا شخص أكثر من 50 سنة ولأول مرة ما عنده سابقا تشخيص القولون، هذا نبحث عن سبب عضوي يلا نقول تهيج في القولون. وكذلك الأطفال يعني إذا عمره أقل من 10 سنين أو عمره أقل من 15 سنة، إذا أول مرة يصير عنده ويكون مستمر يجب إجراء فحوصات دقيقة نركز على هاي. مثلا وجود دم بالخروج يعني أكو مرض عضوي، هذا مو مرض للقولون، وما ممكن أن نتقبل تشخيص تهيج القولون في مثل هذه الحالات. دكتور أيضا أكو قاسم مشترك بين الأخوة اللي اتصلوا قبل قليل، أنه أغلبهم قالوا إحنا ناخذ أعشاب وبالتالي سبب لنا مشكلة بالمعدة. يعني نتوقف عند هذه النقطة أخذ العلاج بدون مراجعة الطبيب بعد أن نتابع تقرير معد حول حلقة هذا اليوم أو ضيفنا لهذا اليوم، موضوعنا لهذا اليوم عن تهيج القولون. نتابعه وبعد أن نعود. القولون هو جزء من الأمعاء الغليظة على شكل قناة عضلية تحمل فضالة الطعام إلى المستقيم، وينقسم القولون إلى 4 أقسام، وهي القولون الصاعد الذي يمتد من الجانب الأيمن للتجويف البطني، ثم القولون المستعرض، ثم يلتقي بالقولون النازل، وبعدها الجزء الرابع وهو القولون السيني. ويبلغ طول القولون بأكمله لدى الإنسان حوالي 1.5 متر، ووظيفته الأساسية امتصاص الماء والأملاح المعدنية من فضلات الطعام،
لتقوم بعدها عضلاته بعمليتي الانقباض والانبساط ومن ثم دفع الفضلات باتجاه المستقيم. وعادة ما يتعرض هذا القولون لأمراض والتهابات ينتج عنها هيجانه وأجزاء أخرى من الأمعاء الغليظة، حيث توجد ثلاث أنواع من الالتهابات القولونية، وهي الالتهاب التقرحي والالتهاب الأميبي والالتهاب القولوني المخاطي. أما النوع الأول فهو التهاب التقرحي، لم تشخص لحد الآن أسبابه، إلا أن التوتر العصبي والعوامل النفسية الأخرى قد تزيد من معاناة المرض، ويعاني المصاب إسهالا حادا ترافقه حمى، مما يتسبب بالتقرحات على بطانة القولون محدثة جروحا. والنوع الثاني هو الالتهاب الأميبي، ويحدث عند تناول الأطعمة أو المياه الملوثة بنوع معين من الطفيليات، ومن أعراضه تشنجات ومغص حاد في البطن. أما الالتهاب المخاطي ويسمى القولون التشنجي، فيحدث من جراء تشنج العضلات في جدار القولون، ويستخدم الأطباء عقاقير طبية ومضادات للتخلص من هذه الأعراض. وتوجد العديد من الأعراض والمظاهر الطبية التي تشير إلى الإصابة بمرض القولون، والتي تكمن في ألم متكرر بالبطن يرافقه ارتفاع في درجات الحرارة مع انتفاخات متكررة وحدوث أصوات مسموعة في البطن يصاحبه امساك أو إسهال أو الاثنان معا. ومع هذه الأعراض فقد يعطى المصاب بعض المضادات أو الأدوية الطبية، والتي لا تخرج عن كونها مهدئة لأعراض المرض، تستخدم وقت الشعور بالآلام، فهي تساعد على تنظيم حركة القولون. وإذا تفاقمت الحالة وأصبحت أكثر خطورة، تستدعي هنا التدخل الجراحي لاستئصال القولون عن طريق إجراء الجراحة التناظرية، وبعدها تبدأ مرحلة التعافي، أي أنه على المريض أن يزيد من نشاطه تدريجيا وبوتيرة ثابتة، والمحافظة على نظام غذائي خفيف، والابتعاد نهائيا عن تناول المسكرات والكحول، لأنها تعد من أهم أسباب الإصابة بالتهابات القولون. دكتور، تابعنا التقرير اللي كان يشرح تفاصيل الإصابة بأمراض القولون والتهيج اللي يصيب القولون، وأيضا كنا نتكلم قبل التقرير عن استخدام الأعشاب من قبل كثير من المرضى بدون مراجعة الطبيب، واللجوء إلى الأعشاب وفق قاعدة مشهورة في المجتمع العراقي أنه الأعشاب إذا ما تنفع فمنظر ما راح أضر. أيه، فكيف تعلق على هذا الموضوع؟ احنا تحت هذا العنوان، يعني عنوان الاعشاب وعنوان التشخيص العشوائي لتهيج القولون. طبعا القولون هو مشكله ومصيده في بعض الاحيان. كثير من الامراض العضويه اللي يتم تشخيصها مؤخرا متاخر وتدخل مرحله المضاعفات والمشاكل وهذا، وتشخص على اساس انه تهيج قولون، وبعد فتره معينه للاسف الشديد نكتشف انه هناك مرض عضوي كبير داخل جسم الانسان ما تم تشخيصها بالبدايه، اللي كان بالامكان تجنبه، مثل التدرن، مثل الورم الليمفوما، مثل كثير من الحالات. هذا في جانب. والجانب الآخر، الجانب الآخر، كثير من الحالات أنه تم تشخيص تهيج القولون والمريض أعطاها أكثر من حقها. لحد الآن المريض يعتقد أن هنالك مرض عضوي خطير موجود في داخل جسمه، علما أنه الحالة مشخصة على شكل تهيج قولون. شنو الحد الفيصل بين هذا؟ ببساطة احنا كمراجعة الطبيب يحسم الموقف من ناحية إجراء كافة الفحوصات، زين، والفحوصات السريرية لغرض تشخيص القولون. إذا ثبت أنه كل الفحوصات طبيعية والمريض ما يشكي من أي أعراض حذرة، مثل ما قلنا، مثل ما هناك نزول في الوزن، ما هناك خروج في الدم في الخروج، ليست لا توجد هنالك مثلا عقد أو أورام في منطقة البطن، عمر المريض مو أكثر من 60 سنة. ترى حين يكون أكو التهاب معه والتهاب قولون أو تهيج القولون، كيف يفرق المريض؟ احنا من نستخدم مصطلح التهاب أورام تقرحات، هذا مو قولون مطلقا. من نقول قولون المريض كيف ممكن هو العارض أن يكون الحد الفيصل أو إمساك؟ الحد الفيصل هو إجراء فحوصات. احنا من نقول قولون حتى طبيا ما مسموح لي، كطبيب اختصاص ما مسموح لي أشخص قولون إلا بعد أن أجر كل الفحوصات اللازمة الأولية وأخذ تحقيق كامل. يلا أقول إنه تعرف مريضنا يعني أكو احيانا يتعاجز، احيانا المرضى نوعين، استسهال المرضى اكو نوعين، اكو مريض اصلا ما يتجاوب ويا الطبيب حتى من يذهب للطبيب الا بالاعشاب او يجي الى ناس مو متخصصين بالمهنه لغرض تبسيط الامر، استسهاله حتى ما يروح يجري فحوصات كبيره، هذا نوع من انواع المرضى. واكو مرضى لا، يعطي الفحوصات اكثر من حقها، يعني راجع بالعياده او بالمستشفى يروح اكثر من طبيب، علاقته 20 سونار، 30 تحليل للادرار، 40 تحليل خروج، وشوفه مجمع مجموعه من التحاليل اللي ما لها ضروره. احنا
بين يعني بالبداية هو الطبيب يجري فحوصاتها ولا تعاد إلا بعد فترة أو بما يرتئيه الطبيب الاختصاص. بالبداية نجري فحوصات أولية، نفتح فايل أضبارة للمريض نجري له كل الفحوصات الأولية ونظل الراقبة دوريا وانتهى الموضوع. زين، لا احنا ما أجرينا فحوصات وتركنا الموضوع على أساس شيء مبسط ولا أجرينا فحوصات أكثر من لحد الآن ما جاوبتنا على أعشاب دكتور، نرجع لها بعد الاتصال الهاتف إن شاء الله. ويانا اتصال عماد من الأنبار. نعم عماد. السلام عليكم استاذي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سابقا دكتور بالنسبة للحد التزنتاج يأثر على المعدة؟ شنو؟ نعم تفضل مرة أخرى عماد سؤالك. الحد التزنتاج هذا الزانتاك؟ الزانتاك أعتقد. شكرا لك انقطاع الاتصال، لكن حنسمع اجابه الدكتور. بالنسبه للزنتاكه ياثر على المعده، مضاد حامضي بالعكس، هو ما بي تاثيرات جانبيه على على المعده، بالامكان اخذه خصوصا اذا عاني من عمليه عسر هضم او زياده حوامض في المعده، يعتبر علاج لالام ومشاكل في المعده. طيب دكتور نرجع لموضوع الاعشاب اللي كثير من الاخوه اللي اتصلوا وقالوا احنا ناخذ اعشاب، يعني فعلا هذه القاعده صحيحه انه اذا ما ضرتهم فإذا ما نفعتهم فما راح تضرهم؟ والله هو احنا بالنسبة لنا كأطباء يعني حقيقة يعني علم الطب وعلم الأعشاب قد يصير تضارب في هذا المفهوم. ليش؟ لكن اليوم اكو أدوية مستخلصة من الأعشاب يعني موجودة. هذا مثلا احنا هسه بالنسبة لنا نتعامل الأدوية المرخصة عالميا، يعني FDA approved، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأدوية العالمية مطيب بها موافقة للأدوية. طبعا احنا كل دواء من تعلمنا احنا كأطباء وككوادر طبية نتعلم ناخذ الدواء لازم به الجرعة وبه المضاد الحيوي وبه الدواء المضاد له. هذا بما انه الاعشاب بالنسبه لها يعني تفتقد هاي الامور كلها، تباع باكياس يعني موجوده بالاسواق. طبعا عفوا مو ضد فكره الاعشاب بصوره عامه، بس احنا كاطباء ما نتعامل بمفهوم الاعشاب. زين ممكن انه الضر يعني الاعشاب الموثقه يعني قد تاذي القولون بدل ما تسوي تنفعه. مو هي هواي انواع، مو هي شنو الاعشاب؟ الاعشاب هواي انواع بها وبها كثير من التراكيز وبها مواد اصلا مختلفه اختلاف تماما عن الطب. فاكو ممكن تكون كلش ضاره. الاعشاب سيف ذو حدين، ممكن تكون بسيطه مبسطه لينات واضطرابات وحتى عالميا مسموح بها، هذا احنا نتفق ونصرفه. واكو اعشاب اصلا تباع باكياس بالاسواق. زين كيس بدول ما معرف مصدره ولا شنو جرعته، شنو جرعته، شنو اسمه، شنو التاثيرات الجانبيه اللي تعرف اللي تاخذ حتى البارستول الموجود هم بتفصيلات بتفصيل اسمه العلمي واسمه التجاري والتركيز والجرعه. هذا من اني انصح المريض باخذه، هذا دواء عالمي مثبت عالميا. انا اروح اشتري مثلا دواء لا اعرف تركيزه، انا حتى في بعض الاحيان يجيبوا دواء يقولوا دكتور هذا يفيدنا لو ما يفيدنا، افتح القى يعني طوز اشبه بالبهارات. شو تقول له يعني؟ تقول له زين شنو التراكيب، شنو التراكيب، شنو مستخلصاته، الشركه النسب، الشركه اللي محضرته منه، يا شركه رصينه مو رصينه، زين ماده الاكسباير الموجوده به ايش قد هذا فتره الاكسباير، الصلاحيه، الجرعه ايش قد. يعني هذه نصيحه توجهها اليوم لكل من يتابعنا وبعد في كل الامراض مو فقط في القولون، كل الامراض لازم يخلون هذا الموضوع. هو هذا فد مداخله حلوه، احنا حاولنا نتجنب التحدث ولكن دخلنا في هذا الموضوع. وحتى يعني طريقه خزنه درجه حرارته ايش قد، انه ولا سمح الله اذا حدث مشاكل من اخر. هسه انا حتى عقار البنسلين انطيه يصير عندي حساسيه، انطي المضاد له والغيه واعرف ايش قد فتره التحسس اللي راح تبقى عنده. زين هذا الاعشاب شنو اللي التاثيرات الجانبيه لها؟ فاذا يعني انا بالنسبه لي يعني حقيقه يعني الاعشاب احنا ما نلقى حيز كبير لها في مجال الطب عندنا كاطباء. نعم نعالج. ناخذ سؤال اخر ويانا محمد من بغداد. نعم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكر قناه الرشيد برنامج الحلو، اشكر الدكتور حضر جنابه. حياك الله. اهلا وسهلا يا مرحبا. نعم دكتور عندك سؤال له ولا لا 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 السؤال واضح. شكرا لك محمد. نعم شوف هو القولون احنا يعني علاج القولون هو مراحل، بعد ان نستثني المرض العضوي قلنا اجراء الفحوصات ماكو مرض عضوي، راح نبدا مرحله العلاج. العلاج مراحل، العلاج شنو؟ مراحل. حتى الطبيب ما يستخدم كل اوراقه في اول زياره للمريض، يبدا بعلاج بسيط بما يشوفه عند هذا، يستند على شكل الاعراض. وبعد ذلك اذا ما شاف اكو استجابه مثل الاخصار لسبع سنوات بامكان استخدام ادويه اقوى لعلاج الحاله، يستخدم مثلا مضادات، اكو ادويه هي تعالج الامراض النفسيه تستخدم في علاج تهيج القولون، ادويه مضادات الاكتئاب، اللوديومي، التفراني، التريبتيزول. ممكن
تعالج ممكن نستخدمها في علاج القولون كمرحلة أخرى إذا ما استجاب العلاج. إحنا ببساطة نستخدم العلاجات البسيطة كمرحلة أولى، وإذا ما حدث تحسن للمريض ممكن نقفز للمرحلة الثانية. بس هاي المرحلة الأخرى يعني علاجات المضادات والهذه مو يوم ويومين، لازم أقل شيء ما لا يقل عن 3 أشهر 6 أشهر سنة يستمر المريض. لازم يكون عند المريض صبر، صبر على العلاج. إذا التجأنا إلى حالة المهدئات في علاج تهيج القولون يعني مو كل إحنا نعالجها بالزنتاك والاستلابيد والأموبرازول وال. ترى أنا أسمع كثير من الإخوان اللي يعني في مشاهداتنا اليومية للناس إنه اللي يصاب بالقولون يأخذ حبوب اسمها دسبتالين. دسبتالين، هل هذا صحيح يعني ياخذ هذه الحبوب وهو هي الحل الامثل لتهيج القولون؟ هذا علاج اعراض، الدسبتالين علاج اعراض، وانا اتفق وياه وفعلا هو علاج لتهيج. ايش تقصد انه علاج اعراض؟ علاج اعراض. احنا من المريض من يراجعنا في العياده او في المستشفى من نريد نعالج على اساس الاعراض. اذا كان الالم هو الصفه السائده نظام نعطي علاجات مضاده التقلصات اللي من ضمنها هو هذا الدسبتالين. هذا لما يكون هنالك الم يعني الصفه السائده، تعرف احنا حكينا بدايه الحلقه القولون ممكن يكون اسهال، ممكن يكون قبض، ممكن يكون الم او انتفاخ. اذا كان فقط الم ممكن نعطي حب مضاد التشنجات او مضاد المغص اللي هو الدسبتالين، الاستلابيت سابقا، الكولوني، الريابال، هاي مضاد التقلصات بالإمكان استخدامها وهي أدوية أمينة وما بها تأثيرات جانبية. إذا كان الألم الصفة السائدة للقولون هي إحنا ليش نقول هي الأعراض يعني حسب الأعراض إحنا نعالجه. إذا كان مثلا القولون الصفة السائدة هي القبض ممكن نستخدم الملينات. الملين نستخدمه في علاج تهيج القولون. شنو الملين دكتور؟ بما أنه ذكرت هذه النقطة، لأنه كثير من الناس اللي يصابون بالإمساك بسبب القولون ما يعرف شنو إلى شنو يلجأ. إذا كانت ملين طبيعي على سبيل المثال، ملين طبيعي مثلا زيت الخروع أو الأغذية في بعض الأحيان، الألياف النباتية، الخضروات، الخس، هذه كلها تم الرقي هي بمواد سكرية وأيضا يحتوي على الألياف. كل النباتات، الخضروات، الخضار كلها يعتبر شنو ملينات. نقلل أحيانا دكتور يبيعون بالصيدليات، إذا سمح لي عفوا على المقاطعة، بعض الحبوب اللي هي مكتوب عليها ألياف، هل ممكن يستعين بها المريض؟ هذا بالامكان، هاي من ضمن الاعشاب اللي مسموح بها عالميا وبالامكان نستخدمه. زيت الخروع ممكن ان نستخدمه، اللاكتلوز شراب طبي ممكن ان نستخدمه، هذا كله في حاله الامساك. هذا اذا كانت في حالة. اذا كان الصفه السائده الاسهال ويسبب حرج للمريض في عمله في هذا، ممكن ياخذ ماده موقفه للاسهال مثل اللوموتيل، الانترستوب احنا اللي نسميه، هاي اعراض الاسهال. اذا فقط انتفاخ ممكن نستخدم ايضا بعض المواد اللي مثل الدوميكون، حبوب. يعني العلاج يعتمد على الاعراض القولون. في حاله عدم الاستجابة ولأكثر من مرة، الطبيب يعيد النظر في تشخيص القولون مرة أخرى، يشوف خافكم مرض عضوي ظهر أو خلال مسيرته. ولذلك نوه أنه أهم شيء الطبيب يبقى ملازم لطبيب واحد، ما يغير الطبيب في مرحلة أخرى. ليش؟ هذه نقطة يعني مهمة جدا. أغلب الأحيان المريض من يشوف نفسه ما صار على الطبيب تحول إلى طبيب آخر، الطبيب راح يبدو علاج فحوصات أخرى وتحاليل أخرى، راح يضيف عبء عليه. الطبيب بالزيارة الأولى ما يستخدم كل أوراقه، راح يجري له فحوصات وراح يكون، وإذا ظهرت أي أعراض راقب مريضه، طبعا هو يعرفه ويوزنه شهريا المفروض يوزنه ويسأله على الأعراض. إذا شعر أنه أي خطر يهدد صحة المريض ممكن يجري فحوصات، ممكن يضيف ينتقل إلى المرحلة الأخرى. إذن الصبر هي الصفة الرئيسية لعلاج هذا المرض، للعلاج المرض. معنا الآن أبو أحمد من بابل. نعم أبو أحمد. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. ما أدري أقدر أحكي ويا الدكتور؟ الله يخليك. أكيد تقدر، تفضل يسمعك. الله يخليك عزيزي، رحمة الله والديك. والديك. أنا راجعت أكثر من مرة للدكتور، يصير عندي انتفاخ بالقولون. نعم. وما أحكي وياها وآلام كلش قوية. فراجعت الدكتور، أعطاني علاج. بس ورا فترة هم رجعت للحالة. هم صار انتفاخ عندي، بس هسه جاي اخذ اعشاب. وصفوا لي الاعشاب، رحت اخذت وصفه، سوالي يا اخي الولد يعني مجموعه خلطه يسموها هم بالاعشاب، يعني حلبه وبابن وبن سوالف الاعشاب انا ما اعرفهم، بس راجل جلس عليه. فجاي اخذ، صار لي يومين حسيت اكو تحسن به. انا مو ضد الطب، لا بالعكس، اول الراحه ولا الطب، بس حسيت هسه اكو تحسن. استمر علي هذا العلاج لو اتركه وارجع للطب؟ فنصيحتي الدكتور، واذا اكو علاج طبي بمهنتكم افضل من الاعشاب ارجوك، لانه احنا بحاجه بهاي، لانه اكثريه العراقيين هسه هم الحاله النفسيه مالتهم سبب رئيسي بهاي الحاله.
فأنا مرات ما مصير عندي حاجة نفسية، وهذا يعني التهيج يصير قوي، يعني ما أقدر حتى ما أقدر أنام من عدي. فدكتور أكون مشكور من عدك توضح لنا إياها، أنا وأخذ من وقتك بصورة صحيحة، وأنا أستمع لك ومصغي لك أنا والعائلة. شكرا لك أبو أحمد، أتمنى لك الصحة والعافية. و دكتور الأسباب اللي ذكرتها سابقا عن طبيعة الأعشاب، جرعة الأعشاب، الشركة المصنعة للأعشاب، الناس اللي يشتغلون بالأعشاب درجتهم العلمية، درجتهم الوظيفية، يعني حتى في الطب هسه حاليا احنا عندنا طبيب اختصاص، طبيب مقيم، طبيب مقيم أقدم، زين طريقة حفظ الأدوية، نوعية الأدوية، هسه مثل الأخ الثاني كلها هي العنوان واحد بس الدواء يختلف، والدواء اللي يفيد بالتأكيد يحدث تغيرات بالجسم، وإذا ما يفيد يعني ما راح يحدث تغيرات في الجسم. شلون يعني هو طيلة ما جاي يعالج الحالة والمريض جاي يستجيب على 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 تهيج القولون، إذا أكيد راح يحدث تغيرات في الجسم. إذا كانت أعشاب غذائية بسيطة، إذا كانت أعشاب غذائية بسيطة لا بأس بها، إذا كانت أعشاب مصرحة من منظمة الصحة العالمية اللي إحنا نسميها الهيربال ميديكيشن، هذا أيضا هم مسموح بها. بس إذا كانت بس تحت عنوان أعشاب أنا ما أنصح أي مريض أخذها، ما أنصح مريض يأخذ علاج عشوائي من شخص بصورة مباشرة، لأن حتى درجة التعقيم يا أخي مشاكل كثيرة احنا جاي نواجهها، يعني هسه استشراء أمراض معدية، التهابات الكبد الفيروسي بدأ ينتشر عندنا كثير، أمراض يعني خطرة جاي نواجهها ناجمة عن تلوثات شديدة، زين هذا. فإذا المريض هو يعني الأعشاب بسيطة مثل ما قلنا ياخذ هذا. سأل سؤال هل أكو علاج لتهيج القولون؟ نعم أكو علاج لتهيج القولون، علاج القولون مراحل، بإمكان المريض ياخذ الأدوية المضاد اكتئاب أو ياخذ إلى أدوية مهدئة أو يغير من نظامه الغذائي، أو في بعض الأحيان يتم أحالته إلى طبيب نفساني عصابي يعالج لتهيج القولون العصابي، يعني مراحل العلاج. وإحنا نطمئن المريض أنه طيلة المرض ما يشكل خطورة على حياته ولا بأي تأثيرات جانبية، فإحنا نقول أنه نصف العلاج، نصف المرض هو وهم ونصف العلاج هو الاطمئنان. أو إحنا نقترب من نهاية الحوار دكتور، في باختصار أبرز الأغذية اللي ممكن أنه تساهم في تهيج القولون واللي عنده مشاكل بالقولون يجب أن يبتعد عنها، ما هي؟ سؤال مهم. بالنسبة لأمراض القولون هو أهم شيء البقوليات، يتجنب البقوليات، الحمص، الفاصوليا، الماش، ذني ممكن يتأثر عليها. يجي الحليب، هو كثير من المرضى القولون يتحسسون للحليب، نسبة 40% من القولون يتهيجون لأن الحليب يولد غازات وانتفاخ في البطن، وكذلك البيبسي ومشتقات الأنبيب، ثاني أكسيد الكربون يحرر غازات ويسبب لنا مشاكل، كذلك العلك باستمرار بالنسبة لتهيج القولون ما راح هذا، والتوابل، الطرشي، المخللات، وكو بعض الأدوية السبب أيضا تهيجات في القولون يجب تجنبها. إذن دكتور طالب الزيدي شكرا جزيلا لحضورك اليوم، واتمنى لك نهار سعيد. أهلا وسهلا يا مرحبا. فاصل قصير وبعد لنعودة. مشاهدينا ما زلنا مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج يوم جديد، معنا الآن تقرير عن معرض تصوير نيويورك للصور التاريخية، نتابع وبعدها نعود. افتتح مؤخرا معرضا يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية تمثل حقبا من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، المعرض أطلق عليه اسم تصوير نيويورك. تم جمع هذه الصور من متحف الفن المعاصر في مدينة نيويورك، وذلك ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين المتحف الأمريكي ونظيره الأسترالي. والصور المعروضة تنقل مشاهدا من مدينة نيويورك التي تعتبر واحدة من أشهر مدن العالم، وتغطي فترة زمنية تعادل قرنا من تاريخ التفاحة الكبيرة، وهو الاسم الذي يطلق على مدينة نيويورك. وتسجل هذه الصور التغييرات الدراماتيكية في الثقافة والعمران الذي طرأ على المدينة.
wonderful that the curators are okaying it. So as long as it doesn't come back to us. Implementation of the MoMA campaign. يتوقع القائمون على هذا المعرض في أن يجتذب الآلاف من الزوار خلال فترة إقامته، والمعرض يقدم صورا لأكثر من 90 فنانا من الولايات المتحدة، ومن بينهم هنري كارتر ووكر إيفانز وساندي شيرمان. And indeed the structures themselves encouraged that experimentation. كاربوني المسؤول عن معرض ويست استراليا يقول بأن هذا المعرض الطموح يعد واحدا من المشاريع التي تقام في إطار تحويل ولاية ويست استراليا إلى بؤرة ثقافية في استراليا. مشاهدينا، بعد ما تابعنا هذا التقرير وصلنا الآن إلى فقرة تخص عالم الجمال والنصائح الخاصة بالبشرة، كلها راح تكونون الآن على موعد مع فرح وتاج. المشاهدين وصباح الخير عليك يا سرمد. اليوم موضوعنا راح يكون خاص بالموضوع اللي راح يكون التصبغات اللي موجودة بالوجه. مثل ما احنا نعرف انه مشاكل التصبغات تزداد في فصل الصيف بالنسبة للنساء وللرجال. موضوع ضخم ممكن يأثر على الحالة النفسية للنساء، وأيضا ممكن سبب تشوهات للبشرة. أمور كثيرة ممكن تظهر بسبب هذه التصبغات اللي تبين أكثر وضوحا في فصل الصيف. مثل ما نعرف احنا بعدين على فصل حار، الأسباب كثيرة، التصبغات أسبابها كثيرة وعلاجها ممكن نقدر نتوصل له لو عرفنا الأسباب الحقيقية لهذه التصبغات. بعض الأسباب ممكن تكون نقص فيتامينات بجسمنا، مما يسبب أنه ظهور هذه التصبغات على البشرة نتيجة النقص بالنسبة لنوع من الفيتامينات مثل فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E. ممكن تظهر هذه التصبغات للبشرة. أيضا ممكن تكون ظهور الحب عندنا في فترة، حب الشباب في فترة معينة وباختفائه يترك هذه التصبغات بالبشرة نتيجة استخدامنا الخاطئ للأدوية اللي تركت آثار ممكن تكون كبقع وليست كحفر. طبعا هذه ممكن سبب لنا تصبغات ايضا بالبشره. ممكن تكون عوامل وراثيه كثيره ممكن نتوارثها، مثل النمش يكون بالبشره على شكل تصبغات صغيره جدا تظهر بالبشره وتشوه المنظر او تخلينا دائما محرجين من هذه النقاط اللي تظهر بشكل واضح على بشرتنا. ايضا الاسباب الثانيه اللي ممكن نعاني من ادهب بالنسبه للتصبغات قد تكون مشاكل مثل حراره الجو اللي نتعرض له، الشمس لفترات طويله ممكن تاثر علينا تزيد من افرازنا للصبغه بالنسبه للبشره. امور كثيره ايضا ممكن بعض انواع الادويه اللي نستخدمها، بعض انواع الهرمونات اللي نستخدمها او نتعاطى هذه الادويه لاختلال من الهرمونات فيظهر عندنا هذه التصبغات بالبشره بشكل اوضح. ايضا ممكن تكون في فتره الحمل نتيجه افراز هرمونات واختفاء هرمونات اخرى او يقل افرازها بشكل يختلف، او ممكن تكون نتيجه سوء التغذيه. امور كثيره ممكن تظهر عندنا، بعض انواع الادويه اللي نستخدمها بالطريقه الخاطئه تظهر عندنا هذه التصبغات بالبشره. امور كثيره واسباب واسعه ممكن نعرف من عندها او من خلالها انه هذه البشره شلون نقدر نعالجها. طبعا طرق الوقايه من التصبغات احنا نقدر نعرفها بطريقه بسيطه، لكن النقطه الاساسيه اللي لازم نعرفها انه هذه التصبغات وعلاجها خصوصا خلال فصل الصيف. راح نعرف كل هذه الامور لكن بعد هذا التقرير، راجعيكم. اليوم الموضوع راح يكون عن التصبغات في البشرة. مثل ما نعرف ان في فصل الصيف دائما السيدات يعانون من التصبغات لكثرة الحرارة اللي ممكن يتعرضون لها، لمشاكل ثانية ممكن تأثر. ايضا ما ننسى المواضيع الوراثية او العوامل الوراثية، ايضا ممكن يكون حمل، الولادة، كثير من الامور ممكن تأثر على التصبغات. لكن في فصل الصيف ممكن تظهر التصبغات بشكل اوضح على البشرة نتيجة الحرارة اللي موجودة. امور كثيرة ممكن نتعرض لها. بعض الحلول اللي نقدر نستعملها حتى نقدر نخلص من هذه التصبغات على الأقل بشكل مؤقت إلى أن نبدي بفترة الشتاء ونقدر نستخدم الليزر. مثل ما نعرف إحنا الليزر صعب نستخدمه بالحرارة، لأنه أصلا رح نحرق طبقة من البشرة حتى نخلص من هذه التصبغات لفترة أطول.
فبخلال فصل الصيف لازم ننتبه إلى نقاط أساسية. استخدامنا أولاً لواقي الشمس واللي يكون دائماً الـ SPF درجته عالية من 50 فما فوق، على الأقل يتكرر مرتين يومياً أو مرتين كل ساعتين. لو إحنا نتعرض إلى الشمس نحاول نبتعد عن الشمس من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 3 ظهراً، نحاول نبتعد عن هذه الفترة لأن ممكن تكون فترة الذروة اللي تأثر على بشرتنا وتسبب تصبغات نتيجة تجمع نتيجة إفراز بشرتنا للصبغة بقوة أكثر. هذا راح يأثر علينا ويأثر على تصبغات بالنسبة إلى بشرتنا وظهورها بشكل واضح. أكثر ما تظهر التصبغات دائما قريب العيون على الوجنات، وأيضا راح تكون التصبغات واضحة بالخدود، ممكن تكون التصبغات الواضحة قريب الأنف، ممكن تكون بالجبين. التصبغات باختلاف أنواعها واختلاف تسمياتها، ممكن تكون النمش واضح اللي هو ممكن يكون وراثي أو ممكن مكتسب بسبب الحرارة، التعرض للشمس، ممكن نستخدم كريمات تأثر علينا سلبا. حتى نخلص من هذا الموضوع لازم نحدد نوعية علاج بالشكل الصحيح. أول ما نحس أنه بدأت تظهر تصبغات على بشرتنا لازم نعالجها فورا حتى نخلص من هذه المشكلة بشكل دائم. مثل ما احنا نعرف أن التصبغات نعالجها نحصل علاج 80% فرق عن بشرتنا السابقة. لو استمرنا بالعلاج ممكن نحصل 100%. يعني قبل ما نروح إلى الطبيب أو أخصائية البشرة لازم نشرح لها وضعيتنا الصحيحة، إذا عدنا دوام، إيش قد يكون ساعات العمل، المكياج اللي احنا نستخدمه، الكريمات اللي متعودين عليها، الغسول اللي نستخدمه، حتى نخلص من هذه المشكلة. حتى نستخدم التقشير ما يأثر علينا، بالعكس ينطينا أمور إيجابية أكثر مما ينطينا سلبيات. ننتبه أيضا أنه إحنا حتى الواقي اللي نستخدمه حسب نوعية بشرتنا، لأن إحنا نعرف لو بشرتنا جافة واستخدمنا الواقي الخاطئ ممكن تأثر عليها وتسبب جفاف أكثر لبشرتنا، ممكن تظهر مو فقط تصبغات، أمور ثانية ببشرة تعيق بشرتنا وتخليها بشكل غير لائق. لن ننسى نهائيا أنه ممكن الحمل والولادة يأثرون عليها نتيجة نقص الفيتامينات ببشرتنا. إذن الحلول عندنا واضحة، ممكن تكون الحلول باستخدام الكريمات، ممكن يكون الحلول باستخدام ميزوثيرابي اللي بيضن البشرة، وأيضا نوعية من الليزر البارد تقريبا اللي ممكن نستخدمه لكن نبقى مجرد يومين بالبيت. حتى التقشير بأنواعه اللي احنا مثل ما نعرف التقشير السطحي أو التقشير العميق أو الأعمق من عنده اللي هو المتوسط أو العميق، ممكن نستخدم التقشير السطحي كحل أمثل بالنسبة للبشرة حتى نخلص من مشكلة التصبغات. وما ننسى نهائيا تعرضنا للحرارة ممكن يزيد من هذه الحالة، إذا الواقي نستخدمه حتى لو احنا بالبيت حتى ما نتعرض للحرارة، لأن مثل ما احنا نعرف جونا حار جدا ممكن تأثر الشمس بشكل فعال على بشرتنا أو أي حرارة ممكن نتعرض لها. حتى نوعية الكريمات اللي نستخدمها، كريم الأساس، الميك اب بأنواعه، لازم نعرف شو نستخدم بالضبط حتى ما يضر بشرتنا وما يأثر عليها، ونعرف شلون نحميها بالشكل الصحيح. هيك راح نقدر نوصل إلى حل إنه نخلص من هذه التصبغات اللي سبب لنا الأرق اللي تخلينا دائما نستخدم ميك اب بكميات أكبر حتى نخفيها. لكن لو التزمنا باستخدام الكريمات لفترات أطول، يعني لو استخدمناها مضبوط لمدة تقريبا شهرين يوميا بالليل بالشكل الصحيح على المكان فقط، راح نشوف إنه بدأت تتقشر هذه المنطقة وتبدي تبيض. مثل ما احنا نعرف ان مكونات هذه الكريمات لازم نحفظها في مكان بارد، يفضل ان نحفظها في مكان بحرارة الغرفة اللي هي برودة تقريبا حتى نقدر نحافظ على مكوناتها. لو حسينا ان المكونات تلفت نترك المادة نهائيا. هيك راح نصل الى نتيجة مرضية خلال فصل الصيف بانتظار الشتاء حتى نستخدم الليزر واللي هو CO2 ليزر اللي راح يكون حل امثل واسرع بالنسبة للكلف اللي موجود او حتى النمش. وبعد ما شفنا هذا التقرير عن الطريقة الصحيحة للتخلص من الكلف أو أسباب الكلف والتخلص من الكلف أو حتى التصبغات اللي موجودة بالبشرة، لازم نعرف نقاط أساسية بالنسبة إلى بشرتنا. طبعا ممكن يظهر الكلف أو التصبغات بالبشرة للبشرة السمراء أو البشرة الأطوخ تكون أكثر من البشرة الفاتحة للأسباب التالية، لأنه مثل ما إحنا نعرف أنه مادة الميلانين اللي موجودة بالبشرة البيضة تكون أقل وبالبشرة السمراء تكون أعلى. فنتيجة تعرضنا مثلا للشمس لفترات طويلة بدون حماية وبدون استخدام الواقي الصحيح ولا بدون حمايته، بعد أنه تعرضنا إلى الشمس نشوف أنه بشرتنا بدأت تتجمع تصبغات في أماكن معينة وبدأت تظهر على بشرتنا كاملة، حتى في بعض الأحيان ممكن نقول استمرينا أكثر من اللازم. هذه نتيجة وجود المادة أو إفراز المادة عندنا أكبر من غيرها. طبعا اما بالنسبه للبشره البيضه لانه الماده اصل ميلانين قليله بها، فنشوف انه اذا بعد تعرض للشمس ممكن تكون البشره لونها وردي او احمر على حد اكثر، يعني مستحيل تصير التصبغات بها واضحه مثل غيرها اذا تعرضنا الى الشمس.
مثل ما احنا نعرف انه لازم نستخدم بالنسبه الى تعرضنا الى الشمس واقي بنسب عاليه جدا حتى نقدر نحمي بشرتنا من الحراره، وما ننسى نهائيا انه احنا بنحط الواقي على بشرتنا بعد ما ناخذ بنظر الاعتبار انه بشرتنا اذا كانت دهنيه او بشره جافه او معتدله او حتى مختلطه حساسه، ننتبه انه نوعيه بشرتنا قبل استخدام الواقي، هاي كنقطه اولى. النقطة الثانية أنه بعد ما استخدمنا الواقي بالنسبة إلى بشرتنا لازم ننتبه أنه نمر نص ساعة بعدها ممكن نتعرض إلى الشمس، لكن نحاول نحمي بشرتنا بالشكل الصحيح. حتى نلاحظ في بعض الحالات ممكن تكون التصبغات مو كبقع واضحة جدا على البشرة أو كحجم واضح، ممكن تكون نقاط صغيرة بالبشرة لكن تجمعها يسبب لنا المشاكل، فحتى نخلص من هذه الأمور نعرف طريقة حماية بشرتنا الصحيحة. أما بالنسبة إلى أنواع اللي نقدر نخلص من عندها، الأمور اللي نقدر نخلص من عندها بالنسبة إلى التصبغات اللي موجودة، عندنا أمور كثيرة من عندها أنواع التقشير. طبعا انواع التقشير بمختلف انواعها حسب التصبغات اللي عندنا، اذا كانت تصبغات سطحيه طبعا مثل ما احنا نعرف اذا تصبغات سطحيه ممكن نستخدم التقشير السطحي البسيط اللي ممكن نتعرض وراء الى حراره او حتى نطلع او ممكن نتعرض الى جو طبيعي ما في مشاكل وحتى ما يحتاج لحمايه قويه غير الواقي او المرطبات البسيطه. لكن النقطه الثانيه اللي لازم احنا نعرفها ممكن تكون ايضا انه احنا الطبقه اللي عندنا او المشكله اللي هي الحقيقيه بالنسبه الى التصبغات بدت تظهر عند الطبقه الداخليه ببشرتنا، بدت تظهر البشره الداخل الطبقه الداخليه، معناها وصلنا الى مرحله اعمق او وصلنا الى امور اصعب وازالتها صعبه جدا. مثل ما ذكرت الاسباب كثيره بالنسبه للتصبغات، راح ناخذها سبب سبب ونقدر ندرسها ونعرف الطريقه الصحيحه بالنسبه لعلاجها. مثلا عندنا لو احنا عندنا المشكله هي بالنسبه الى الاختلال الهرمونات وبدينا ناخذ علاج الهرمونات وشفنا انه بدات تظهر عندنا تصبغات، مثلا تظهر بالذقن، ممكن تظهر حتى بامور وجهنا، ممكن تظهر بالخدود، تظهر هذه التصبغات اللي هي نتيجه اختلال الهرمونات او حتى نتيجه الوراثه. طبعا هذه ممكن نخلص من عندها تدريج لو احنا تعالجنا من الهرمونات ورجعت هرموناتنا طبيعيه ممكن نعالج الموضوع، او من خلال او في نفس فتره العلاج للهرمونات ممكن نعالج هذا الموضوع. طبعا حسب الجلسات وعددها ممكن نستخدم التقشير الكيميائي اللي ممكن يكون سطحي او بسيط، واللي ممكن نستخدمه على الاقل مره بالاسبوع طبعا او مرتين يعني او العفو كل اسبوعين مره حسب الحالة اللي احنا نحب نستخدمها او حسب الحالة اللي يشوفها الطبيب بالنسبة لنا، اللي لازم بالبداية نفحص ونتأكد انه هذا الطبقة اللي عندنا هل هي سطحية، شنو اسبابها الحقيقية او شنو ممكن نعالجها. نوعية بشرتنا قد تكون بشرتنا جافة وبها مشكلة التصبغات، فطبعا ما نقدر نقشرها بالشكل الاقوى من البشرة الدهنية لانه افراز الدهون عندنا قليل، فلازم نرطبها وبعدها نبدي نقشر. طبعا هذه ننتبه لهذه النقاط. ايضا نوعيه الغسول اللي احنا نستخدمه بعد التقشير حتى نحافظ على بشرتنا لازم نعطيه شويه ترطيب، لازم نعرف احنا ايش نستخدم. بعض الحالات ممكن تكون نتيجه استخدامنا الكثير لكثير من المواد اللي تبيض بشرتنا نشوف انه بشرتنا بدت تنطي منظر او تصبغات بها بشكل غريب، واحنا نتيجه احنا كنا نستخدم الكريمات اللي هي تبيض المفروض، لكن الفكره الخاطئه انه صار عندنا حساسيه او صار عندنا مشاكل نتيجه استخدامنا المواد الخاطئه لنا، ممكن تفيد شخص ثاني لكن انه ممكن ما تفيد. يعني هذا النقطة الأساسية أنه إحنا نعرف بشرتنا شنو اللي يفيدها قبل أن نستخدم أي كريم، فيفضل استشارة يا طبيب يا أما خبيرة تجميل حتى نقدر نستفاد من موضوع البشرة. هذه النقطة الأساسية اللي إحنا لازم نركز عليها. ايضا نرجع نركز على موضوع ثاني اللي هو عندنا مثلا نقص الفيتامينات ببشرتنا اللي قد يؤدي ايضا الى تصبغات بالبشره. هذه امور كثيره، ممكن تكون بعض الاضطرابات، الحالات النفسيه ممكن تكون تظهر هذه التصبغات بالبشره، ايضا نقص الفيتامينات يسبب لنا مثل ما ذكرت فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين سي، واللي ممكن نلقاها بكثير من الكريمات اللي بيها نسب تبييض عاليه، بيها الفا هيدرو اسيد عالي، وبيها ايضا فيتامينات اللي تغذي بشرتنا. لكن ننتبه الى نقطه اساسيه انه احنا نستخدمه فقط بالليل حتى يفيد بشرتنا، لانه احنا راح نكون منعرضه الى حراره، وايضا ما ننسى انه احنا ممكن نغسل بشرتنا الصبح لازم ونحط الواقي بالشكل الصحيح حتى نحميها من اي حراره موجوده. ايضا النقطه الثانيه اللي لازم ننتبه لها انه احنا ممكن نستخدم بعض انواع العطور اللي تسبب لنا تصبغات لاسباب لانه بيها مواد من الكحول او زيتيه تتفاعل مع حراره الشمس او مع اي حراره ممكن تسبب لنا هذه التصبغات.
ممكن يكون أسباب التصبغات الثانية أنه بعض السيدات ممكن تقول أني بعد استخدامي لنوع معين من كريم الأساس أو من نوع الميك اب الخاص ممكن تظهر عندي تصبغات ببشرتي أكثر من غيري. وياي اتصال من علا من الأنبار. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي بس تأثر على الأكسجين، يعني أكو بعض الأقنعة يذكرون لأنه بيها أكسجين. نعم. قطرات من الأكسجين، لأن هذا الأكسجين يعني اللي مستخدم العادي الأساسة مشاعر أو أكو أكسجين خاص بوجه يعني. شوفي، بالنسبة إلى بعض الكريمات بيها أنواع أو نسب من الأكسجين تكون بنسب مخففة، مثل ما إحنا نقول نستخدم مواد مثل الليمون الحامض ما نستخدمه مباشرة على البشرة، لكن أكو خلطات ممكن نستخدمه بأنه نخففه. فبعض الأكسجين موجود خاص للبشرة ينقيها ويصفيها ويساعد على أنه تفتح اللون أيضا. هذا يستخدم بكميات معتدلة حسب الكريم، لكن أيضا بعد استشارة يا أما طبيب يا أما خبيرة تجميل موجودة يمش خبيرة بشرة حتى تتأكدين أنه مفيد إلى بشرتك حتى يفتح تحلج البشره بالشكل الصحيح ويغذيها. فلا تخافي من عنده نهائيا، لانه هو النسب تكون معتدله ومثل ما احنا نقول قياسها صحيح، لكن بالنهايه لازم نعرف نوعيه بشرتنا قبل لا نستخدم اي كريم. عندك اي سؤال او استفسار ثاني حبيبتي؟ بس اسال على الكريم كولاجين. نعم. يعني انا شفتي بنيه فنصحاني انه ارطب بهذا الكريم، يعني زين هذا الكريم؟ لا طبعا، هذا ممتاز حتى البشرة الدهنيه وخصوصا بعد ما تغسلين وجهك الصبح وبالليل بالغسول اللي هو خاص بالبشرة الدهنيه حتى تبعدين من تراكم الدهون ببشرتك. تستخدميه بالليل فقط كمرطب، مو بس للوجه، حتى للجسم كله ترى تشوفين جسمك يترطب بشكل صحي، وحتى تشوفين انه الدهون ما لها علاقه بالدهون، بالعكس راح يترطب بشكل الوجه بشكل صحيح وبنعومه صار اكثر، وحتى تحسين انه الكولاجين يتحفز ببشرتك اسرع. واذا انتظمتي عليه لفتره تقريبا شهر او اسبوعين، مو اكثر من شهر، راح تشوفين انه انت بدات النضاره تظهر على بشرتك اكثر من غيرها. فهو ما بمضار نهائي، بالعكس هو بفائده اكثر. عندك سؤال او استفسار ثاني؟ لا، شكرا. شكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص التصبغات واللي تظهر على البشره نتيجه امور كثيره، من عندها مثل ما ذكرنا الميك اب، نتيجه استخدامنا لكريمات الاساس بشكل الخاطئ او لكميات كبيره او حتى استخدامنا بدون استخدام الواقي. يعني ممكن احنا نستخدم كريم الاساس اللي احنا بشرتنا دهنيه وممكن تتفاعل وتاثر علينا الدهون ونتعرض للشمس لفترات طويله، احنا ما نخلي واقي نهائيا، لكن من تظهر عندنا التصبغات نقول راسا نتيجه استخدامنا للميك اب. هو مو نتيجه استخدامنا للميك اب، هو نتيجه استخدامنا الخاطئ اصلا، نتيجه اصلا الخطا من عندنا يبدي، لانه احنا لازم نعرف بالبدايه حتى نخلص من موضوع التصبغات لازم بالبدايه نستخدم الواقي بشكل الصحيح. اكو بعض الماسكات ايضا تكون خاصه بالبشره، بعض انواع الماسكات وهي ماسكات طبيعيه ممكن نحضرها بالبيت، بعض السيدات تستخدم هذه الماسكات تشوف مشاكل عكس النتائج اللي هي قرات عنها، ممكن تقرا انه النتائج تبيض البشره، ممكن تصفي البشره، ممكن تخليها طبيعيه، لكن ما تنتبه الى نقطه انه بشرتها هي قد تكون ما توالمها هذه الامور، قد تكون بشره حساسه، ممكن تستخدم بالنسبه للبشره الدهنيه مثل ما ذكرنا الليمون، لكن تخففه بشنو؟ حتى تعرف ان هي لازم تخففها بنسبه من الحليب او بنسبه من اللبن او حتى تضيف وياه مواد ثانيه حتى تخفف من الحده مالته حتى تمنع تكوين الدهون. لكن لو استخدمتها صاحبه البشره الجافه استخدمت الليمون حتى تخلص من التصبغات، راح تشوف انه المشكله عندها تفاقمت، بدا يظهر التصبغ اكثر من قبل ببشرتها. طبعا هذا نتيجه شنو؟ نتيجه استخدام الخاطئ، انه الاحماض هذه اثرت على البشره سببت جفافها اكثر فظهرت التصبغات بشكل واضح اكثر. اذا قبل ان نستخدم اي نقطه لازم ننتبه الى بشرتنا والى نوعيه بشرتنا حتى نقدر نوصل الى الحل المثالي. مثل ما احنا نعرف الماسكات موجودة بأنواع كثيرة والكريمات موجودة بأنواع كثيرة وواسعة، صارت الحلول توصلنا وسهلة، لكن لازم نتوصل إلى النقطة الأساسية. مثلا ممكن تكون السيدة عندها دوام أو ممكن تكون عندها يعني خروج دائما للشمس أو تعرض للحرارة وعندها مشكلة الكلف. أكبر خطأ أنه ممكن تستخدم الكريمات مع الحرارة، إذا لازم تعرف شلون تستخدم الكريمات بعد هذا الاتصال. ألو، ويانا زهراء من بغداد. ألو. ألو. ألو، تفضلي. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا بيك، تفضلي. قلت دكتورة عرفتي وصلت أسألت على هذا الكيراتين والشعر. نعم. هو يعالج الشعر؟ هو يعالج الشعر طبعا. تريدين تعرفين مكوناته لو طريقته لو شنو بالضبط تحبين تعرفين؟ لا يعني هيك يعني ما شعري تعبان وطويل يعني.
حتى تصلين الى نتيجه. ماشي، اذا انت شعرك تعبان وبيطول وحابه الطول يبقى مثل ما هو، ممكن تستخدمين الكولاجين او حتى تستخدمين الكيراتين، اثنينهم ينطوش نتيجه واحده، لكن تعتمد على لون الشعر اللي انت حابته. لو انت حابه لون شعر طبيعي يبقى على لونه بدون تغيير، تحاولين تجئين الى الكولاجين، يكون افضل، ينطيش نعومه للشعر وحتى تحسين انه قوام الشعر يختلف. الاسباب، لانه احنا مثل ما نعرف انه الشعرايه تكون متكسره متقصفه نتيجه نقص البروتين بيها، نتيجه نقص التغذيه، فتجي الماده عمل الحراره، لان طريقه الشغل بالحراره راح ندخل الماده ضمن هذه الجزيئات اللي متكسره بالشعرايه، فنشوف انه الشعرايه بدت تتغلف بالشكل الصحيح، فهيجي راح تشوفين انه شعرك يرجع طبيعي، يرجع به حيويه اكثر. ممكن تكررين العمليه هذه كل شهرين لو انت شعرك تالف. ايضا لازم تنتبهين تستخدمين الحمام والشامبو المناسب له، وتسوين تقريبا نعم تفضلي طبعا هو موجود بس نصيحه انت هو موجود بالسوق وطريقه الشغل مالته، لكن نصيحه انت لا تشتغلي بالبيت، لانه ممكن تسببين تساقط وضرر لشعرك اكثر من الفوائد. غير شوفي، مو احنا نحكي الصراحه، اذا الشعر بيطول، انقطع الاتصال ويا زهراء لكن راح اجاوبك، اذا الشعر بيطول وتستخدمين الكريمات والزيوت من الخارج فانت ما راح تعالجي، لانه ايش قد تريدين تعالجي من عنده. لكن كل ما تستخدمين الكولاجين او الكيراتين يكون افضل، يعني حتى تعالجين للشعر كله مره واحده ولفترات اطول، لانه الماده اقوى. لازم تنتبهين انه ما يوصل للجذر، انه تستخدمين بالشكل الصحيح، انه تلتزمين بالحمام والشامبو والحمام الزيتي، تلتزمين ببعض انواع من الامبولات تعاود انه ترجع الشعر طبيعي اكثر من الاول. طبعا شوفين بفرق اكثر من الكريمات اللي موجوده بالسوق، لانه ممكن ما ترجع لك الحيويه بالشكل الصحيح او تطول يلا تنطيج النتائج. شكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا ايضا بخصوص التصبغات. مثل ما ذكرت انه استخدامنا للكريمات الاساس قد ياثر علينا، ممكن استخدامنا لامور ثانيه. نرجع نكمل الموضوع بخصوص الانواع التقشير. مثل ما ذكرت انه بعض السيدات ممكن تعاني من التصبغات وتحب انه تعالج التصبغات، تاخذ انواع من التقشير موجوده تستخدمها، لكن المشكله الاساسيه انه احنا شلون نتعامل مع التقشير خصوصا في فصل الصيف، لان احنا مثل ما نعرف انه احنا نتعرض الى الحراره لفترات طويله. يعني لو انا مثلا سيده منزل وما عندي مشاكل وما اطلع، استخدم التقشير اللي هو نسبته عاليه اكثر حتى يقشر لي اسرع ويعطيني نتائج افضل. طبعا هذا يكون افضل واشوف النتائج عليه تقريبا من شهر الى شهر ونص الى شهرين زايد، راح اشوف اللون اختلف، نظاره للوجه رجعت، لكن ما انسى نهائيا الترطيب. اذا النقطه الاساسيه حتى نخلص من مشاكل التصبغات بصوره عامه، عندنا ثلاث نقاط لو التزمنا بها راح نشوف انه بشرتنا ترجع طبيعيه. التنظيف اولا، الترطيب ثانيا، والحمايه ثالثا. يعني مثل ما احنا نقول، اولا ننظف بشرتنا بالشكل الصحيح قبل ما نستخدم لها اي كريم حتى ما تتفاعل وياه، ونستخدم انواع الغسول اللي بيها نسبه تبييض اللي تساعد بشرتنا، لكن ننتبه على نوعيه بشرتنا بالاول. ثانيا الترطيب، مثل ما ذكرت انه نرطب بشرتنا بعد كل تقشير، بعد ما نتعرض الى حراره نحاول دائما نرطبها ونعرضها الى بروده، حتى من نغسل بشرتنا بمي دافي نحاول نخلي فوقها مي بارد حتى المسامات تنغلق، حتى نرجع البشره بدون تحسس بدون مشاكل. ننتبه الى حمايتها مثل ما ذكرت الواقي. بالنسبه الى انواع التقشير، عندنا الانواع السطحيه البسيطه اللي ممكن نقوم بها تقريبا حتى لو يوميا ما تاثر علينا، اللي هي سكراب بسيط للبشره، لكن هذا ما يمحي او ما يشيل التصبغات بالشكل الصحيح الا اذا كانت تصبغات بسيطه وعمرها بسيط وهي اصلا سطحيه. لكن لو كانت اعمق شويه وبيها اكثر مشاكل، لازم نستخدم اللي هو المتوسط اللي يكون اعمق طبعا اكثر ويؤذينا بالنسبه للبشره، لكن ننتبه انه احنا نرطبه ما نلعب به بشكل خاطئ، نستخدم الكريمات بشكل الصحيح حتى علاجه يكون صحيح. لو عندنا المرحلة اللي هو الأعمق، طبعا هذا الأعمق يكون فترات من العمر أطول بمشاكل أكثر، أذى بشرتنا بشكل أكثر، ننتبه على هذه النقطة، إنه لو عندنا هذه المشاكل إذا لازم ننتبه على أمر أساسي جدا، شلون نعالجه؟ عندنا حلين، يا إما نستخدم الـ CO2 ليزر وهو أفضل أنواع الليزر بالنسبة لإنه نخلص من الكلف نهائيا ومن كل المشاكل بالنسبة للكلف. ويانا اتصال من أم جعفر من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بنا زهرة، حبيت اسال على شعري، انا دائما اسوي كيراتين. نعم. بس اريد اعرف شلون اقدر اطول شعري، يعني مدى يطول. زين، مو انت عندك نقاط لازم تعرفيها، ممكن يكون العامل الوراثي يلعب دور فعال انه شعرك بدا يوقف الطول مالته، ممكن تكون لا استخدامات خاطئه لامور كثيره، ممكن يكون سوء تغذيه، بس بالبدايه انت عندكم يعني عامل الوراثه بالبيت انه ممكن يكون احد من الاهل او غيره. بالعكس، انا شعري
يطول. لا عفوا عفوا المقاطعة. لا 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 تفضلي. بس مش عارف كان كلش طويل بس تزوجت ويمكن من هاي الأدوية اللي دا أخذها بس أبدأ أعرف شو من الأشياء اللي ممكن أسويها تستخدمين حتى يرجع شعرك يعني يطول شعرك. بصراحه حتى تستفادي من هذا الموضوع حاولي انت تستخدمين، انت دائما تستخدمين الكيراتين صحيح؟ تحاولين الكيراتين تقريبا كل شهرين تكرري، او الكولاجين يكون افضل تستخدميه كل شهرين، تسوي له حمامات زيتيه اكثر حتى تساعدين انه يطول الشعر بسرعه. التغذيه تركزين على الفيتامينات اللي راح تغذي الشعر بالشكل الصحيح، لانه انت من انطيتي تغذيه من الخارج لازم تنطي تغذيه من الداخل حتى يبدي يطول الشعر. ايضا تنتبهين انه بعد ما تخلصين جلسات الكيراتين او الكولاجين. بس شنو انواع الفيتامينات؟ ممكن انواع الفيتامينات عندك فيتامين اي مهم جدا، فيتامين اي مهم جدا، فيتامين سي، فيتامينات يعني برنامج غذائي ممكن تستخدمين بنسبه الفيتامينات عاليه حتى تغذي لك البشره اكثر، تغذي لك يعني اقصد الشعر اكثر، لانه من تغذين انت الاوعيه الدمويه راح تصير تغذيه الجذر اكثر. ايضا تسوين مساج، ما تنسين نهائيا انه تسوين يوميا مساج للشعر، طريقه بسيطه قبل النوم، مجرد انه بس تسوين حركه بسيطه للشعر، ما تحاولين تسحبين الشعر بشكل قوي، لا تحاولين تسوي له مساج اكثر حتى يتحرك الدوره الدمويه تكون اسرع بيه بالنسبه للشعر، تشوفين انه انت شعرك بدا ينطي حتى نضاره. ايضا تنتبهين انه بعد الحمام تحاولين دائما ورا ما تخلصين تغسلين شويه مي بارد على الفروه حتى تحفز اكثر، لان يعني عم تطول الشعر اكثر، تاخذين شويه من طوله وراح تشوفين الفرق ان شاء الله يعني على هذه الامور. لو حسيتي انه هذه الامور كلها وبعد عندك ضعف بالشعر، اكو امبولات خاصه تصير تستخدم للشعر بالنسبه للتساقط، تساعد على انه تطول الشعر، على انه تقويه نفسه للجذر، فممكن تستخدميها بسيطه جدا مثل البخاخ او امبولات حسب الموجود يمك تستخدميه. مهمه بس تفركيه بالنسبه لفروه الراس لمده شهرين، راح تشوفين انه الشعر بدا يطول، بدا يختلف، بدا يقوى، يرجع مثل الاول. عندك اي سؤال او استفسار ثاني؟ هي عندي بس. اي تفضلي. قلت لي سمعت على موضوع الواقي مع البشره. نعم. يعني انا مو من النوع اللي اخلي المكياج ورا البيت، بس اخلي واقي دائما اعتمد بشرتي. يكون افضل طبعا. شيء فوق البشره مثلا كريم باودر. ممكن تستخدمين، ممكن انت تستخدمين لو انت حابه، لو انت بشرتك ما بيها مشاكل، اكو انواع اذا انت بشرتك جافه لو دهنيه او مختلطه. شنو بشرتك بالضبط؟ انا مختلطه. مختلطه، اذا انت ممكن تستخدمين اكو نوعيات تجي خاصه من الواقي تكون بيها نسبه الكريمات معتدله، تستخدميها على كل الوجه، اهم شيء درجه الاس بي اف عاليه، حمايه الشمس عاليه. الواقي تقدرين تستخدمين الباودر الحر، الباودر الحر اللي اقصد به اللوس باودر، يصير اكو باودر تقريبا شلون باودر الجسم، هو يعني باودر مع الوجه لكن شان باودر الجسم، يعني عم توزعيه بشكل صحيح حتى يمتص الدهون بالأماكن اللي بيها ممكن دهون، وبالأماكن الجافة لا، راح تشوفين إنه بشرتك تبقى معتدلة. أيضا مسامات ما راح تنسد عندك نهائيا، تشوفين إنه دائما بشرتك نظرة ونظيفة، لأنه أنت ما تأذيها، أنت تحميها 100% وترجعين بس تضيفين لها طبقة باودر خفيفة. لكن لو حابة تحطين كريم أساس أو غيره ممكن تجئين للكريم أساس السائل خصوصا بالصيف حتى ما يبقى بالمسامات وما يأذي بشرتك. عندك أي سؤال أو استفسار ثاني؟ شكراً لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص التصبغات اللي تظهر بالبشرة وأسبابها الكثيرة، وذكرنا العلاج إلها CO2 ليزر. طبعاً هذا نوعية الليزر بسيطة جداً، عدد جلسات تعتمد حسب الشخص، حسب عمق التصبغ وحسب قابلية البشرة للعلاج، لكن المشكلة أو تقبلها للعلاج. لكن تبقى النقطة الثانية أنه الالتزام بعدد الجلسات، ممكن يكون عدد الجلسات ما ملتزمة ما منتظمة بيها، ممكن يكون العلاج ما ملتظمين بالعلاج، فما يعطينا نتيجة مباشرة. اتصال من حوراء من كربلاء. الو مرحبا. اهلا وسهلا. انا دكتوره. نعم تفضلي. وش بي تفتح من ناحيه جاف دائما جاف. نعم. بس ورحت للام الصالونه يعني قالت لي استعملي بودي هذا الكريم. نعم. يعني هل هو هذا زين؟ يعني حنطيك نصيحه، بما انه انت بشرتك جافه وبيها تصبغات تظهر اكثر شيء بالذقن، طبعا هذه ممكن تكون التصبغات نتيجه انه الجفاف الزايد بالبشره، ممكن تكون بعض الاختلالات البسيطه بالهرمونات، وهذا فشيء طبيعي بالنسبه لاي بنيه. ممكن ايضا تنتبهين النقطه ثانيه بالنسبه لهذا الكريم، هو كريم ممتاز لكن منو يقول يفيد بشرتك؟ انت اصلا انت بشرتك جافه، فحاولي تستخدمين الكريمات. العفو. اي تفضلي. زين دكتوره،
جل يا الأحسن معك، يعني ما أعرف ساعة يقولون الوردي ساعة يقولون الأبيض واحد يقولون الزهري. زين ممكن تاخذين رقم التليفون، انقطع الاتصال ويا حوراء بس إن شاء الله تعاود الاتصال، تاخذين رقم التليفون وأقدر أنطيج المعلومات الكافية اللي تفيد بشرتك. يعني بما أنه بشرتك جافة ننتبه إنه الترطيب لازم يكون عالي، فلازم تستخدمين الكريمات اللي بيها نسبة الكولاجين عالية أو نسبة الجليسرين عالية، مو شرط إلا الكريمات اللي إحنا متوفرة حسب الأسواق، ممكن حتى تكون أكو أنواع طبية خاصة حتى ترطب بشرتك أكثر، تشوفين إنه بشرتك ترجع رطبة ونظرة أكثر. هذه نقطة لازم تلتزمين بيها، ما تنسين الواقي نهائياً حتى تحمين بشرتك والترطيب بيه عالي، والواقي يكون بنسبة كريم عالية بنسبة زيوت عالية حتى يغذي بشرتك. والتغذية أيضاً تنتبهين إنه من تغسلين تستخدمين الصوابين اللي بيها نسبة كريمات، بالليل الترطيب يكون كلش عالي، راح تشوفين راح ترجع تدريجياً بشرتك رطبة. أما بالنسبة للتصبغات فممكن نخلص منها بالتقشير، أنواع بسيطة من التقشير نقدر نخلص من هذه التصبغات. شكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص التصبغات، وذكرنا انه الليزر هو الحل المثالي، لكن المشكله الاساسيه انه الليزر لازم يكون في فصل الشتاء حتى نقدر، لانه هو مثل ما احنا نعرف نحرق طبقه كامله من البشره وراح تتقشر وتنتهي وتظهر طبقه جديده، احنا نعالجها واحنا لازم نعرف شلون نحافظ عليها حتى يظهر بالشكل الصحيح وتنطينا النتائج اللي احنا ننتظرها او اللي احنا حابين تظهر بيها، يعني حابين نظهر مثلا بشكل صحيح وبشره جميله. لكن نلتزم بعدد الجلسات، بنوعيه الكريمات، نحاول منعرض بشرتنا للحراره يعني على الاقل بعد كل جلسه لمده 6 شهور احنا مستخدمين الواقي حتى نحافظ على البشره، لان اكو عندنا مشكله اساسيه. ممكن في بعض الحالات تظهر تصبغات عندنا نتيجه جرح او اثار للحبوب، الاسباب لانه ممكن انه لانه احنا عندنا الاختلال من راح يصير اكو جرح، راح يرجع تنمو الخلايا حتى يرجع مثل ما احنا نقول يلتئم الجرح، يصير عندنا اختلال، تعرضنا للشمس للجفاف وغيرها، فراح تبرز خلايا اكثر من اللازم فيصير تصبغات. هذه صعب بعد نرجع نعالجها لو احنا من البدايه قدرنا نحافظ على الامور بانه عقمنا البشره، حافظنا عليها، حافظنا على نظافتها، على ترطيبها، فنشوف انه بشرتنا رجعت صافيه ونظره مثل الاول. اذا التصبغات هي نهائيا مو مشكله ممكن احنا نعاني من عندها لو احنا قدرنا نعرف الحل الصحيح لها بعد ما نعرف السبب الحقيقي. لو عرفنا سبب لهذه التصبغات اللي تظهر عندنا، قد تكون وراثيه، قد تكون غيرها، حتى نخلص من عندها نهائيا ممكن نعالجها بثلاث نقاط ذكرتها سابقا، اللي الأولى التنظيف الصحيح لكل أنواع البشرة، كل نوع بشرة نعرف التنظيف إلى صرنا الصحيح، إذا البشرة جافة، إذا البشرة دهنية، وإذا البشرة مختلطة. النقطة الثانية الترطيب، ويانا اتصال من زينب من ديالة. ألو زينب، زينب ألو، ألو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بشرتي جافة. نعم بشرتي وايد جافة وتعبانة، يعني بس يوم يعني تطلع السواد بالقناص السواد فيها. ماشي، إذا تريدين تخلصين من الجفاف اللي موجود بالبشرة وأيضاً التصبغات اللي تظهر، طبعاً إحنا نعرف ممكن تظهر هذه التصبغات نتيجة الجفاف العالي بالبشرة، فحتى تخلصين من هذا الجفاف لازم ترجعين ترطبين بشرتك، تنتبهين إلى طريقة تغذيتك، إلى السوائل، كمية السوائل اللي تشربيها، وخصوصاً إحنا بعدين أو قريبين على شهر رمضان الكريم لازم تبدين تشربين سوائل كلش أكبر من السوائل اللي أنت متعودة تشربيها، تنتبهين إلى إنه الفواكه اللي تاكليها تحاولين على مود تشربين عصائر أكثر باليوم على الأقل، يعني كمية كافية من العصير حتى ترجعين تغذين بشرتك. هاي بالنسبة إلى التغذية الداخلية. أما بالنسبة إلى الخارج تحاولين ترطبين بشرتك أكثر من لازم. نوعية الصابون اللي تستخدمين للغسول لازم تنتبهين إنه بنسبة كريمات عالية. نوعية الكريمات المرطبة اللي تستخدميها بالليل لازم تنتبهين كل زين إنه كل كريمات عبارة عن كولاجين، عبارة عن ترطيب، عبارة عن كريمات عالية، بحيث تلزمين ملمسها يكون بها زيوت أعلى من الماء. طبعاً هي تفيد بشرتك أيضاً. تنتبهين إنه بالنسبة إلى التصبغ ممكن نخلص من عندها بالتقشير، لكن بالبدايه قبل التقشير لازم ترطبين بشرتك 100%، يلا تقشريها لانه ممكن تسبب مشاكل التقشير ويا الجفاف. شكرا لاتصالك. عندنا اتصال ام مرتضى. نعم مصطفى من نجد. اهلا وسهلا بك، تفضلي. مرحبا دكتوره. اهلا وسهلا بك. عندي بشرتي دهنيه كلها. نعم بشرتي دهنيه ويعني دهون كلش عندك تطلع بشرتك، لكامات عندي مفتوحة فما أعرف شو اللي أسوي.
بالنسبة إلى البشرة الدهنية حتى تخلصين من أذها لازم تنتبهين أنه أنت تستخدمين الغسول على الأقل مرتين باليوم اللي هو الخاص بالبشرة الدهنية اللي يكون مثل الجل تنظفين به بشرتك يقلل من كمية إفراز الدهون. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية بالنسبة للمسامات المفتوحة بعد كل تنظيف للبشرة لازم تحاولين تستخدمين المي البارد، تحاولين تستخدمين قابض المسامات اللي هو يا إما يكون عبارة عن الليمون، تستخدمين الليمون لكن تخففيه شوية على مود يفيد بشرتك، تحاولين تخليه على كل بشرتك لمدة ربع ساعة يوميا بالليل، بعدين غسليها بمي دافي، بعد المي الدافي تغسليها بمي بارد وشوية ترطبين بشرتك، راح تشوفين إنه المسامات تدريجيا راح تنغلق. أو ممكن تستخدمين مي الورد أيضا للمسامات حتى تغلقيها نهائيا. لو هذه الأمور حسيتيها بعدها وبشرتك بعد بيها مشاكل أو مسامات مفتوحة أو كمية دهون أكثر، ممكن نلجأ إلى الكريمات لتقلل الدهون أو نلجأ إلى الليزر اللي يقلل كمية الدهون اللي موجودة بالبشرة وحتى اللي يساعدنا على أنه نغلق المسامات بشكل أسرع. شكرا لاتصالك. ويا اتصال من أم علي من بغداد. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. العفو دكتورة، أنا بشرتي شلت دهنية، هل تتحملت علاجات فرأسة؟ نعم. وبالضبط تظهر عندي تصبغات بالبشرة نتيجة استخدامي خلطان، يعني بالنبات إذا من حسيتها قامت تطلع عندي تصبغات خاصة بالذقن أكثر شيء. النقطة الأساسية كريم جن للبشرة استخدمته، يعني هو يحبني أكثر شيء بالليل، يعني أستخدم عبارة صنخة لأكسجين وشي فكسون بقاط ودي يعني بعد ماشي. تحبين أنصحك بالنقطة التطبيقات أكثر يعني تظهر على وشي. بالنسبة أولا إلى أنه بشرتك دهنية وصارت جافة معناها أنت قللتي من قللت إفرازات الدهون، هاي نقطة أولى. النقطة الثانية أنه ممكن تكوني أذيتي بشرتك بأنه استخدمتي عدد من الخلطات، ممكن تكون هذه الخلطات ما تفيد بشرتك أصلا أو بشرتك كانت نظرة أكثر لكن مشكلة الدهون فقط. فحتى تخلصين من هذا الموضوع تبدين تستخدمين بالنسبة للبشرة الجافة حتى ترجعين بشرتك طبيعية، ترجعيها لحالتها الطبيعية مو كمية الدهون وإنما معتدلة، لازم تستخدمين نوعية من الكريمات بها الكولاجين عالي، الجليسرين عالي، تنسيلي هسه هذه الكريمات اللي ممكن تستخدميها تبيض البشره وغيرها، لان ممكن تاثر هي اللي اثرت على بشرتك وضرتها ما نفعتها، ممكن هي تكون مفيده لكن مو لبشرتك، هاي نقطه اولى. النقطه الثانيه بالنسبه للتصبغات اللي موجوده ممكن نخلص من عندها من خلال تقشيرها، ممكن تاخذين الرقم تتصلين بيه ينطيك انواع من الكريمات تستخدميها على فقط المنطقه السمراء وتبدين تقشريها تدريجيا. اذا انت ما عندك دوام وما عندك غيره ممكن تستخدمين فقط الواقي بالبيت. لو انت عندك دوام لا انطيك اقل من عنده بالنسبه الى الكريمات اقل حده حتى تقشر المنطقه. وشكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص التصبغات. مثل ما ذكرت التصبغات اسبابها كثيره لكن حلولها مثل ما احنا نعرفها صارت واضحه، يا اما التقشير اللي ممكن نستخدمه، الكريمات اللي نستخدمها، ايضا التنظيف الصحيح، وايضا ما ننسى نهائيا الليزر، لكن مشكلته الاساسيه يحتاج لنا بالشتاء حتى نقدر نحافظ على بشرتنا. اذا نحاول نحافظ على بشرتنا لان مثل ما احنا نعرف ان التصبغات اسبابها متعدده لكن المشكله الاساسيه بها انه هي سبب لنا مظهر غير لائق ودائما سبب لنا الاحراج وغيرها من الامور اللي ممكن تبعدنا حتى عن الناس بالنسبة للشباب وبالنسبة للنساء. وصلنا وياكم لنهاية فقرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا يا رب هذه الفقرة، نلتقيكم مواعيد ثانية. شكرا لكم. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. الغرور والإعجاب بالنفس هل هو عنصر إيجابي في الشخصية أم غير ذلك؟ كل هذا تحدث به مع الدكتورة انتصار هاشم اختصاص علم النفس. اهلا من جديد مشاهدينا، واكيد نرحب بالدكتوره انتصار هاشم اختصاص علم النفس. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم، نورتينا اليوم، واكيد حابين
نتعرف أكثر على هذا الموضوع، موضوع الغرور والإعجاب بالنفس. وبداية نريد نعرف ما هو تفسير الغرور، هل هو صفة مكتسبة أم هو مرض؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية الغرور هو يعني في اللغة يعرف الغرور بأنه هو الخداع، يعني غره أي خدعه. هو أحد العظماء قال مخاطبا الدنيا: غري غيري. يعني هذه عملية الخداع اللي تحدث، يعني تكون أحيانا داخلية، وما يعرف بعلم النفس بالخداع الذاتي. الغرور بشكل عام هو صفة سلبية، سمة سلبية، يعني تتعزز من خلال التربية، يعني سلوك يتكرر عند الإنسان ويحصل على إثابة وتعزيز لهذا السلوك، وبالتالي يتحول إلى سمة من سمات الشخصية. الشخص المغرور شخص يعني منبوذ من قبل المجتمع، وبالتالي هو أقرب منه للمرض وأبعد منه عن السواء. التواضع سمة الأشخاص الممتلئين علما والممتلئين حبا للناس واعتزازا بالناس، والغرور هي سمة الشخص اللي لا يمتلك قدرة على استيعاب الآخرين، قدرة على التواصل مع الآخرين، علاقته تكون ضعيفة جدا بالناس، ومع نفسه وحبه لنفسه تضخم الذات لديه، فتكون ميزة التعالي والتكبر على الآخرين وعدم الرغبة بالتواصل مع الآخرين، فضلا عن أنه الآخرين يرفضون هذا الشخص. المجتمع يرفض الشخص المغرور لأنه كثير التكلم عن نفسه، عادة ما يحاول إبراز ما لديه في أقرب فرصة وأقرب مناسبة اجتماعية. العلماء النفس يعرفون الغرور بأنه هو تضخيم الذات، والمغالاة في إظهار واحدة من المزايا اللي يمتلكها الفرد. يعني سمات الشخصية في علم النفس، يعني يرى علماء النفس وعلم النفس يرى بأنه تتوزع على الناس بشكل اعتدالي أو بشكل يعني متساوي عند الناس، فما يمتلك من ميزات سين من الناس ميزات إيجابية، هناك صاد من الناس أيضا يمتلك بعض الميزات قد تكون لا تتشابه سمات هذا الأول، ولكن فيه كثير من السمات اللي يتفوق بها على الآخر. الشخص المغرور لا يرى ميزات الناس وصفاتهم الجيدة، يرى فقط ما يمتلك هو من إيجابيات. طيب وينظر من زاوية ضيقة جدا إلى هذا الموضوع، ويضخم ذاته ويعتقد بأنه فلتة زمان. يعني أنت تحدثتي أنه التربية لها دور أساسي بمسألة اكتساب الشخص للغرور. لما تكون هناك هذه الصفة منذ نشأة الطفل، في مرحلة أنه يوصل إلى مرحلة الغرور، هل أنه الظروف أو البيئة اللي عاش بها هذا الشخص هي اللي ولدت هذه الصفة أو أحيتها بي؟ نعم، التربية واحدة من الأسباب المؤدية للغرور. يعني لو ننظر إلى أسباب الغرور نجد بأن المال والجاه والغنى والقلم وقدرة الإنسان على أن يؤلف أو أن يبدع، هذه واحدة، هذه كلها أسباب الأسباب الغرور. لكن التربية هي التي تعزز هذا السلوك. يعني عندما يبدأ الطفل باحتقار الآخرين واستهجان نتاجاتهم ويحاول أن يتكلم بخيلاء عن نفسه، عندما تثيب الأسرة مثل هذه السلوكيات يتحول هذا السلوك يعني بتقدم الطفل بالعمر إلى سمة من سماته الشخصية، وبالتالي لا ينظر إلى إنجازات الآخرين، يبتعد عن الآخرين، يحتقر ما يقدمه الآخرين، يرى بأنه يعني متمركز، إحنا نسميه بعلم النفس متمركز حول ذاته، لا يرى وجهة نظر الآخرين، يرى من ذاته، يتخذ من ذاته محور اهتماماته. وهذا الشخص يعني بالحقيقة هو غير قادر على أن يدرك وجهة نظر الآخرين. وفي الغالب يعني الشخص المغرور أو حتى الطفل المغرور يتغلب ذكائه، يتغلب خياله على ذكائه. نعم. هو بالحقيقة أقل ذكاء من الناس الآخرين بسبب بسيط، أنه يوهمه خياله بأنه هو قادر على أن يفعل كل شيء يخطر بباله، قادر على الإنجاز. وهذه مشكلة، يعني لأن تغلب الخيال كعملية عقلية على باقي العمليات العقلية هذه تعيق نمو الإنسان، سواء كان هذا النمو مهني أو نمو نفسي أو نمو اجتماعي، كل هذا راح الغرور يصبح عائقا أمام جوانب النمو هذا. الذكاء ينقل عند الإنسان المغرور، لأن الذكاء هو القدرة على إدراك العلاقات بين الأشياء والوقوف عليها. هذا الشخص غير قادر على إدراك العلاقات بين الأشياء بسبب أنه خياله طاغي على كل شيء، وحتى يتوهم بأنه صنع إنجازات معينة ويتكلم عن هذه الإنجازات، يصل به الأمر حتى إلى الكذب والمغالاة في سبيل أنه يحقق هذا الدافع الموجود. يعني يتهيأ لأنه هو مقدم إنجاز أو هو فتشي بالمجتمع، وأحيانا هو ضحية الأسرة. يعني لو نأخذ مثال يعني التنشئة الاجتماعية، الأسرة هي أول مؤسسة اجتماعية معنية بالتربية ومعنية بتنشئة الأبناء بشكل سلمي وسوي في داخل الثقافة الاجتماعية. نجد أحيانا أنه الأسرة يعني مثلا وجود ولد بين مجموعة من البنات دائما تغالي في تدليله،
وعندما يظهر لديه الاستعلاء وتحقيرا لبقية أفراد الأسرة وغيرها من السلوكيات التي تتميز بالتكلم كثيرا عن نفسه وتضخيم ما يقدمه من إنجازات، تبدأ بتعزيز هذا السلوك. طيب تقدم الإثابة وبالتالي يتحول إلى طفل مغرور. نعم. ضحية الأسرة. أحيانا الطفل الجميل في داخل الأسرة، يعني أجمل الأطفال في داخل الأسرة، يحظى بتقدير عالي وإعجاب وثناء ومديح وأطراء، وبالتالي يتفاقم الأمر، يعني لا يتحول إلى مجرد ثقة بالنفس. ثقة بالنفس شيء إيجابي ومطلوب في 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 شخصية الطفل، لكن عندما يتفاقم يتحول إلى غرور. يعني أنا أريد أسألك على موضوع الفرق بين الغرور والثقة بالنفس، وأكيد نتعمق أكثر بهذا الموضوع المهم، لكن بعد ما نأخذ هذا التقرير وبخصوص موضوعنا الغرور والإعجاب بالنفس، خلونا نشاهد هذا التقرير. الغرور والإعجاب بالنفس حالة مرضية تعتري الإنسان بسبب الشعور بالتفوق على الآخرين والاعتداد بما عنده من قوة أو مال أو جمال أو سلطة أو موقع اجتماعي أو مستوى علمي، وتلك الظاهرة المرضية هي من أخطر ما يصيب الإنسان ويقوده إلى المهالك ويورطه في مواقف قد تنتهي به إلى مأساة مفجعة. وتعتبر مرحلة الشباب لا سيما مرحلة المراهقة من أكثر مراحل حياة الإنسان شعورا بالغرور والإعجاب بالنفس والاستهانة بالآخرين أو بالمخاطر والاحتمالات، وكم كان لهذا الشعور المرضي أثره السيء على سلوك الشباب بما يجلبه عليهم من مآسي. وقد تتحول الحياة الأسرية إلى جحيم وربما تنتهي إلى الفراق عندما يفشل المرء في الاقتران بما اختاره فيتعامل معه باستخفاف وتعال وغرور، بل قد يستولي الغرور على البعض من الشباب فيخجله من الانتساب إلى ذويه أو قريته عندما يتوهم أن ذلك لا يتناسب مع موقعه المغرور به، بل ويكون الشعور بالتفوق العلمي لديه حالة من الاستخفاف بفكر الآخرين وآرائهم. إذن مشاهدين تابعنا هذا التقرير يتحدث عن الغرور والإعجاب بالنفس. دكتورة، يعني دائما نشاهد إنه النجوم ويعني الفنانين يتحدثون إنه الغرور هو مقبرة النجاح أو مقبرة الفنان، هل ممكن إنه يكون شخص عادي يكون مغرور؟ نعم تحصل، يعني هذه قد تكون نتيجة التربية في داخل الأسرة أو المنزل أو نتيجة ما قدم من عمل أو إنجاز، ويعني يتوقع بأن الآخرين غير قادرين على الوصول إلى هذا الإنجاز. الغرور إلى أسبابه، يعني واحدة من منافذ هذا الغرور الحصول على ثروة مفاجئة مثلا، يعني أو الفوارق الطبقية، يعني يشيع الغرور في ثقافة اجتماعية تكون هذه الثقافة فيها المجتمع يتكون من طبقتين، طبقة فقيرة وطبقة غنية، فتلاحظ الطبقة الغنية تصاب بالغرور بسبب وقوفها على أنها متميزة على الطبقة الفقيرة وأنها صاحبة الحظ الأوفر لأنها حصلت على الثروة والمال، وبالتالي تلاحظ أنه الشخص الثري عادة يصاب بالغرور. يعني هذه أسباب كثيرة، يعني قد يكون هو شخص غير ناجح في عمله فقط أنه توارث ثروة معينة من أهله أو من أقاربه أو من ذوي، وأصيب بالغرور نتيجة المال أو نتيجة أحيانا الجاه والسلطة والنفوذ أيضا يصيب الإنسان. نعم. بالغرور. يعني هذه عملية الإحداث خلق موازنة بين حب الذات والتواصل مع العالم بحاجة إلى ذكاء عالي، بحاجة إلى فرد وعنده بشكل جيد. يعني يرتبط عادة مفهوم الغرور أو سمة الغرور بالأخلاق ارتباط وثيق جدا، بسبب أنه الشخص اللي ما يقدر إنجازات الآخرين وإبداعاتهم بالحقيقة هو غير عادل، يعني يضع نفسه أولا، وهذه الأنانية سمة غير أخلاقية. الشخص اللي يتمتع بأخلاق عالية يبتعد كثيرا عن الغرور. نعم. تواضع أكيد شيء مهم. طيب دكتور، يعني افتهمنا من خلال حديثك أنه إيهام الشخص بحقيقة غير حقيقته أكيد هو هذا الغرور. طيب أيهما أكثر غرورا، المرأة أم الرجل؟ يعني الدراسات العراقية، يعني واحدة من الدراسات العراقية لم تجد فرق يعني بين انه هل تفوقت المرأة على الرجل بالغرور او تفوق، يعني كانت هنالك هذه الحالة موجودة يعني عند متساوية عند الجنسين، لكن قد تصاب
المرأة بالغرور، وهذه نتيجة ممكن جمالها يؤدي إلى أن تكون نعم مغرور. هذا أي مرض اجتماعي يصيب المرأة أو الرجل نتيجة الثقافة الاجتماعية. الفرد اللي صاب بمثل هذه احنا نسميها الانحرافات الشخصية سببها المجتمع والثقافة الاجتماعية، يعني الشعور بالدونية هذه واحدة من إفرازات المجتمع وإفرازات التربية الخاطئة. كذلك الغرور، يعني يصاب الفرد بالغرور نتيجة ما نقدمه احنا من أساليب تربوية خاطئة للفرد. احيانا يعني شخص هو طبيعي جدا وليس فيه ميزة عالية وليس فيه شيء يجذب الآخرين، لكن المحيطين به الأشخاص المحيطين به عادة هم لكي يحصلوا على منفعة مادية او منفعة من هذا الشخص يحيطونه بهالة، وبالتالي يعجب بذاته ويتخيل نفسه بأنه شخص متفرد. نعم التفرد مطلوب بالشخصية، الثقة بالنفس مطلوبة، أن يحافظ الإنسان على كرامته قضية مطلوبة جدا. يعني حب النفس أيضا مطلوبة، نعم مطلوب. لكن ما توصل لمرحلة الغرور، درجة الغرور نعم هذه يعني. وأحيانا إحنا نطلق أحكام غير صحيحين، أحيانا شخص طموح ننعته بالغرور، يعني يجب أن نميز بين الشخص يعني دكتور خصوصاً لهذا الموضوع. يعني دائماً البعض يشاهد أشخاص يقول يحكم عليه أنه هذا الشخص مغرور، يعني مجرد من تصرف، أو لكن لما يتعمق معه ويكون هناك حديث متبادل بينهم يكتشف أنه هذا الشخص مو مغرور، لكن طبيعته يكون هيك. يعني كيف واحد ليس من الحكمة إطلاق الأحكام من موقف واحد أو موقفين، يعني أنت بحاجة لأن تطلق أحكامك بحاجة إلى أكثر من موقف. التفاعل الاجتماعي مع الآخرين هو الذي يجعلك قادر على أن تصدر أحكامك. التواصل مع الآخر، يعني وجود محكات بينك وبين الآخر هي التي تجعلك تستطيع أن تصدر أحكامك، يعني تنعت هذا الشخص بأنه كريم النفس، هذا لئيم بطبعه، هذا مغرور. هذه الأحكام تحتاج أنت إلى تواصل مع الآخر حتى تطلقها عليه. لكن للأسف أحيانا يعني نجد هنالك من يتحلى بطموح عالي ورغبة بالوصول إلى جاه أو إلى منصب أو الحصول على مال، هذا حق مشروع للإنسان. لكن هنالك يعني تحدث العملية عكسية، يعني نحن نطلق أحكام غير صحيحة لشعورنا بأنه هذا تفوق، هذا السين من الناس تفوق علينا وأصبح أرقى مكانة أو أكثر مالا. هذه يعني موجودة في داخل المجتمع، لكن كيف تميز أنت كفرد؟ عليك أن تضع جانبين، يعني الجانب الأخلاقي وما الحيادية في إصدار الأحكام على الآخرين. يجب أن تكون محايدا حتى مع نفسك، يعني نحن أحيانا نخطأ وننحاز إلى أنفسنا، لكن هذه ليست بالحكمة. الحكمة هي أن تكون محايدا حتى مع نفسك حتى تستطيع أن تتواصل مع المجتمع، تتواصل مع الآخرين. طيب دكتورة، بالنسبة لهذا الموضوع موضوع الغرور، الأسس التربوية اللي يجب أن نعتمدها سواء كان الشخص المغرور أو الشخص اللي مقابل هذا الشخص، كيف أنه نتعامل معه حتى نقضي على هذه الصفة؟ يعني حتى نتجنب أن يقع أبنائنا في الغرور، علينا أن لا نغالي في التدليل ولا نبالغ في إضفاء كلمات الإعجاب. نعم نحن مطلوب منا أن ننتج أبناء متحلين بالثقة بالنفس، نعم. قادرين على اتخاذ القرارات، قادرين على إقامة علاقات إيجابية مع الناس، لكن الغرور عائق أمام وصول الإنسان إلى إقامة علاقة إيجابية مع الآخرين، مع الأصدقاء، مع زملاء العمل. هذا الموضوع يشمل كل المراحل العمرية سواء نعم. كان طفل أو كبير في السن، لأن المشكلة هي في مرحلة الطفولة. نعم. الأب المغرور أبنائه مغرورين، وهذه عملية في التربية موجودة. يعني ممكن أيضا طابع الوراثة أيضا يدخل بموضوع الغرور. يعني خلينا نتكلم بالبداية عن التقليد كعملية شعورية، نعم. والمحاكاة كعملية شعورية. الطفل يحب أبيه كثيرا فيقلد سلوكياته، نعم. يقلد حركاته، يقلد الكلمات، يقلد كثير من بطريقة شعورية وحتى بطريقة لا شعورية بسبب العاطفة الشديدة بينه وبين الأب. فأصبحت هذه واحدة من القنوات أنه عن طريق التقليد يتعلم هذا السلوك الخاطئ ويتحول إلى سمة شخصية. وهناك استعداد وراثي لإصابة بعض الآفات الاجتماعية والنفسية، أن يكون الفرد مستعد وراثيا لأن يصاب بالغرور، وبالتالي البيئة التي يولد فيها قد تغني هذا الجانب أو تثريه في شخصية الطفل ويتحول إلى إنسان مغرور، امرأة مغرورة أو رجل مغرور في حياته المستقبلية. وأحيانا قد يكون لديه هذا الاستعداد لكن البيئة غير خصبة في هذا الجانب، يعني البيئة تبدأ بأن يعني تمنع أن من هذا السلوك من أن يظهر في شخصية الأبناء من خلال الكلمات العيب والحلال والحرام ويجوز ولا يجوز، وبالتالي يحدث تعديل وتقويم لهذا الاستعداد ويتحول من شخص يعني مستعد لأن يصاب بالغرور شخص متواضع قادر على التواصل مع الآخرين. إذن موضوع الغرور حال بقية الصفات اللي يكتسبها الطفل، نعم أثناء نموه، نعم هذا تضخيم الذات يعني أو خداع الذات، ويعتقد بأنه هو أفضل من الآخرين.
ويجب أن يحظى بالتقدير. التحدث كثيرا عن النفس، عن ما يقوم به من سلوكيات، هذه هي بالحقيقة مشكلة يعني عند هذا الفرد، لأن تواصله الاجتماعي سوف يكون ضعيف ويبتعد عنه الناس. بأول مطب يتعرض له في حياته يجد نفسه وحيدا، غير لا يجد من يمد له يد العون. طيب دكتور، يعني من خلال حديثك نقدر نقول أنه التواضع والثقة بالنفس هي دليل على أنه قيمة هذا الشخص وثقافته، وأيضا حتى خلينا نقول تواصل الاجتماعي مع الآخرين. نعم، التواضع سمة مطلوبة جدا، يعني الله سبحانه وتعالى شبه أو أعطى مثالا للغرور عندما نصح الإنسان بقوله ولا تمشي في الأرض مرحا فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بين الله سبحانه وتعالى للإنسان أن هناك قوة أكبر وأقوى من هذا الإنسان، وهي الطبيعة، يعني فيها كثير من الأشياء اللي تمنع الإنسان من أن يشعر بالغرور والزهو والاعتداد بالنفس وحب زائد للنفس. يعني حب النفس مطلوب، لكن المغالاة بهذا الحب مرفوض تماما. فقضية أنه يشعر الفرد بالقوة نتيجة الغرور، هذه قوة بالحقيقة وهمية يتوهمها هذا الشخص المغرور. اليوم لما نشاهد شخص مغرور، يعني على الشخص المقابل لهذا الشخص كيف يتعامل معه؟ يعني هل يتعامل معه بود، أو يكون هناك شعور، أو يحاول أنه يشعر هذا الشخص أنه هو مغرور؟ يعني المجاملة مرفوضة في مثل هذه الحالة، يعني والنصيحة تقبل من الصديق، يعني عندما تكون مقربا من هذا الشخص تقديم النصيحة بأسلوب غير مباشر بطريقة لينة، هذه بالحقيقة تساعد هذا الشخص على أن يتخلى عن هذه السمة وهذه الصفة. إن كان هذا الشخص يعني لك شيء الكثير ويهمك أمره، عليك أن تقدم له النصيحة، هذه قضية مطلوبة، يعني حتى يصبح المجتمع في حالة توازن، في حالة مستقرة، لأن وجود أشخاص غير طبيعيين في داخل المجتمع يولد كثير من المشكلات. قد يصبح هذا الشخص المغرور مسؤولا أو مديرا في مكان معين، وبالتالي هذا المكان قد يفشل في تحقيق الإنجازات، أو يفشل في هذا العمل، أو في تحقيق نسبة عالية من التقدم في جانب العمل. إذن الغرور هو حب الذات، ما الفرق بين الغرور والثقة بالنفس؟ الثقة يعني أن يكون الشخص مطمئن لنفسه، يعني متصالح مع نفسه، يعتقد بأنه قادر على الإنجاز، والإنجاز الفعلي وليس الإنجاز الوهمي كما في الغرور. لأن الشخص المغرور هو بالحقيقة يعني يتوهم بأنه قادر على الإنجاز. في الحقيقة يعني ترى مدرسة التحليل النفسي بأن الشخص المغرور غير قادر على الإنجاز الفعلي، وبالتالي هو لديه شعور بالنقص وليس ثقة بالنفس، وهذا الشعور بالنقص يجعله يتوهم بأنه قادر على الإنجاز ويصنع النجاح. وبالحقيقة هو يعني يوصف أحد المناظرين بأنه هو الفراغ الداخل الذات، وبالتالي هذا الفراغ يملأه بالاستعلاء والتكبر وتحقير الآخرين وتعظيم الإنجازات التي بالحقيقة قد تكون غير حقيقية، أو هذا الإنجاز العملي هو بالحقيقة غير مثمر وغير مجدي. طيب ما أنت دكتورة علم نفس، صدفت حالة أنه شخص اجى اعترف أنه قال أنه أنا مغرور ويحاول أنه يعالج نفسه نفسيا؟ يعني المضطرب نفسيا عادة لا يعترف بالمرض النفسي، يعني هذه موجودة. نحن أحيانا يعني قد نصاب ببعض الحالات النفسية كالقلق والكآبة، نعترف لأننا أسوياء، لكن الشخص المصاب بهذه الحالة بحاجة لمن يواجهه ويقول له أنت أصبت بالغرور. يعني بعض المنظرين أو بعض المختصين في علم النفس يرون بأن وجود نسبة من المعتدلة من الغرور في شخصية الإنسان قضية صحية، لكن المبالغة والمغالاة، لأنها في أبسط الغرور في أبسط صوره هو ثقة بالنفس والقدرة على الإنجاز ورغبة الفرد بأن يحافظ على كرامته وعلى مكانته وعلى ما صنع لنفسه من مكانه. المحافظة هذه في هذه الحدود يعتبر قضية طبيعية، لكن عندما يتحول إلى سمة شخصية، شخص ينبذه الآخرين، يغالي في تحقير الآخرين، يغالي في إظهار نفسه وإظهار مواهبه في أول مناسبة اجتماعية صادفة، هو بالحقيقة غير سوي. لذا عادة لا يعترف الشخص المغرور بأنه مغرور، يعني هو يتهم الآخرين بأنهم غير منصفين في التعامل مع هذه السمة. لذا هو بحاجة إلى من أن ينبه هذا الشخص ويوقف في داخله القيم الأخلاقية اللي هي بالحقيقة السلاح لضرب الغرور في شخصية النفس الإنسانية. هذا الحديث بالنسبة للشخص اللي خلينا نقول يغالي أو يبالغ بمسألة تكوينه الداخلي، لكن الحديث عن الشخص اللي خلينا نقول نجح بفترة من حياته وأصبح خلينا نقول نجم، سواء كان فنان أو أي صفة بالحياة، من يوصل مرحلة الغرور أكيد
يبدي نقول خلينا نقول بداية النزول إلى الهاوية. نعم. أكو هيك يعني. نعم، لأن الغرور عائق أمام الإنسان، يبدأ هنالك مشكلة ليست عقلية عند الشخص المغرور ويتغلب خياله على ذكائه، مشكلة وجدانية أيضا عند الشخص المغرور، يبدأ لا يعرف التمييز بين ما يحب وما يكره، يحدث تشويش وجداني عند هذا الإنسان، لا يميز في المواقف متى يكون انبساطيا ومتى يكون انطوائيا منقبضا، لا يميز متى يعني متى يكون متفائلا ومتى يكون متشائما. هذا التشويش الوجداني يجعل الفرد يقع في مهاوي الغرور. طيب دكتورة انتصار هاشم اختصاص علم النفس، شكرا جزيلا لك ولحضورك ولهذا الحديث الشيق. شكرا لكم. شكرا. إذن المشاهدين متواصلين وياكم وفقرات ومواضيع برنامج يوم جديد، وصلنا إلى تقرير يتحدث عن طرق الكشف عن المجوهرات المزيفة. خلونا نشاهد. الجواهر هي أفضل صديق للفتيات ما عدا إن كانت مزيفة. ازدهرت أعمال المجوهرات المزيفة في الآونة الأخيرة في إندونيسيا، ولكن في هذه الفترة عمل دورات تدريبية لمعرفة المجوهرات من المزيفة والأصلية. تخيل إنك تقضي اليوم كله للبحث عن مجوهرات جميلة ومتألقة. طلاب هذه الدورة التدريبية يتعلمون كيف تقيم المجوهرات والأحجار الكريمة الأخرى، وكذلك يتعلمون كيفية تحديد النوع المزيف من هذه الأحجار. الطلاب يدرسون في هذا المعهد التدريبي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وعلى رأسهم المدربة المحترفة ليتيسيا. خلال الدورة سوف يتعلم الطلاب المراحل الأربع لتحديد درجات الأحجار الكريمة من ناحية القيمة والوضوح واللون والقراط. لدى المعهد أحدث الأجهزة والمعدات للتدريب، وكذلك يختبرون الطلاب بتقديم الأحجار لهم المزيفة والحقيقية. يتضمن التدريب دروسا نظرية، ولكن أغلب الأحيان يجرون دروسا واختبارات عملية. يعود المعهد التدريبي إلى عائلة تمارس الأعمال التجارية ومنها الأحجار الكريمة، وفي الوقت الحالي تترأسها المدربة ليتيسيا بعد تولي المهمة من والدها. درس والدها على المجواهر والأحجار الكريمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ورجع إلى العاصمة الأندونيسية جاكرتا ليمارس أعماله بالجواهر وافتتاح مركزا لتدريب الشباب. وتقول ليتيسيا بأن الشعب الإندونيسي لديه الإلمام والمعرفة بالأحجار الكريمة. نحن نركز على تفانينا في عالم الأحجار الكريمة في إندونيسيا قبل أن نبدأ في تقديم الدورات التدريبية للشباب، وإندونيسيا تعتبر متأخرة عن دول الجوار بالنسبة لعلم الجواهر.
إذن مشاهدينا تابعنا هذا التقرير، تحدث عن كشف المجوهرات المزيفة. ننتقل بكم إلى زميلة جنان فيكتور والحديث عن الأبراج. خليكم يا شكرا علاوي، واهلا وسهلا بكم في فقره زودياك. طبعا اكيد اكيد الخارطه الفلكيه تشهد التغيير الوحيد في التابع للارض اللي هو القمر. موجود القمر في برج العذراء، طبعا اكيد وجوده هذا راح يشكل زوايا مع احد الكواكب، وراح يكون هذين اليومين لغاية يوم 19 الشهر راح يكون لأبراج جيدة وأبراج ممكن أنه ما تستفيد من عدها. الأبراج الأكثر استفادة من هذا التواجد هو أولا برج العذراء وبرج كذلك الثور وبرج الجدي، إضافة إلى هذا برج القوس تقريبا، لا يعني بين الدلو، نقول الدلو هي يعني أكثر كل شيء ممكن يكون الاستفادة بالنسبة لهم من هذا التواجد. أما الأبراج الغير مستفيدة من هذا التواجد هم مواليد برج الجوزاء، مواليد برج الحوت، وكذلك مواليد برج الميزان، ومواليد برج القوس. طبعا تشكيل هذه الزوايا ما راح يكون بصالحكم، اذا يا ريت انه هاليومين هذا اعرف انه هي ايام ما يجوز لي بيها انه اقدم على شيء، فاتجنبها واتجاوزها الى الايام اللي تكون اكثر حظا. طبعا اكو فتحاله في العلم الفلكي، اكيد كل كوكب له هاله، فعندما يدخل او يخرج تبقى الهاله تاثر في دخول وخروج الكوكب ذاك الكوكب في البرج، فأكيد راح يكون يعني فد يوم أو يومين ممكن أنه مثلا نقول تكون الأجواء، ليش نسميها خلو مسار، تكون أيضا يمكن الأجواء بعد أيضا فد يوم آخر تكون أيضا متأثرة نتيجة الهالة وخروج الكوكب من ذلك البرج. هذا يسموه فلكيا الامتداد بالتأثير، ويخلي التوقعات أيضا للفلك تكون يعني تأخذ مجال أكبر، يعني مو أول ما يدخل البرج القمر أو الكوكب إلى البرج يحدث التأثير السلبي، وما يحدث التأثير السلبي ممكن أنه أكو فد شيء اسمه امتداد نتيجة لوجود هذه الهالة وتأثيرها إلى أن تنتهي وتزول تماما. نبدأ الآن بالأبراج حتى نستقبل اتصالاتكم. طبعا أكيد القمر موجود في برج العذراء، فنقول لمواليد برج الحمل، يا مواليد برج الحمل بالنسبة لكم القمر موجود في بيت الصحة والعمل، فإذا كنتوا تشعرون بشيء من التراجع الصحي يعني وعكات صحية بسيطة، المناطق المتأثرة يعني هي شوية أكثر كل شيء، الرأس كذلك تصادفكم قلة نوم، تحسون أن جسمكم بشيء من الإرهاق، ما عندكم طاقة، متضايقين شوية، هذا دليل على وجود القمر في برج العذراء، دا تحسون بهذا الشيء من التراجع. حاولوا أن تكونون أكثر صبر مع زملاء العمل لغاية أن ينتقل القمر إلى برج الميزان. لمواليد برج الثور نقول الفترة بالنسبة لك رومانسية عزيزي، هذه وجود القمر في يعني برج العذراء يقول لك أني أنا في بيت الأفراح والتسلية والعلاقات العاطفية والرومانسية والأولاد، إذا حاول في هذه الفترة أن تستثمرها بالشكل الأمثل لبناء أواصر المحبة ولتعزيز العلاقة مع الأولاد، وكذلك شلون نقول لطي صفحة ممكن أنه تكون بها إشكالات معينة، أنه أبدي أعزز الوضع وأخلي المحبة تشمل الجميع، و
أنت من سيقود هذه المهمة في هذه الفترة. مواليد برج الجوزاء نقول كن أكثر صبراً هذه الفترة، لأنه القمر موجود في بيت العائلة والمنزل. قد تواجهك ضغوطات، قد تواجهك في الظروف معينة تخليك شوية ما تقدر أنه تتواصل أو تحقق أهدافك. عطلات مفاجئة بالبيت، تغيير بديكور البيت، أمور تخص أحد الوالدين، صحتك أو صحة أحد أحبائك. حاول أنه تكون قد المسؤولية في هذين اليومين إن شاء الله، وأنت قد المسؤولية. لمواليد برج السرطان نقول، يقول لك القمر في برج العذراء، أنت تستطيع أن تكون كاريزما جميلة، لديك حس التأثير على الآخرين وقوة التأثير، ومن يملك قوة التأثير له النجاح. قد تلعب دور مع أحد الأشقاء، يحتاجك أحد الأشقاء أو الجيران أو الأخوة والمحيطين، وراح تكون يد العون المساعدة، أو قد تحتاج أنت في هذا الوقت إلى هؤلاء وستجد أيضا يد المساعدة. وجميل أن يكون منك أو من الطرف الآخر أنه ناس تساعد ناس، فراح تكون تخلق بيناتكم أجواء الألفة، فهي يومين جميلة. مواليد برج الأسد نقول الفترة مالية أنتوا تفكرون بأمور المال، وقد تضطركم مصاريف طارئة، تجيكم مصاريف طارئة على غفلة، قد تحتاجون شيء أو تصرفون شيء، أو أنتوا كنتم مهيئين نفسكم على مود تصرفون تشترون فد شيء راح تتمكنون من شراء. لكن الفترة أيضا تقول لكم أنتم محط المحبة والاهتمام، هناك إطراءات، هناك هدايا، هناك كلمات ممكن جميلة ممكن تتلقوها من أصدقائكم أو أحبائكم، ترفع من نفسيتكم وتخليكم في الوضع المطلوب. مواليد برج العذراء، القمر في برجك، أنت قد تستفيد من هذا التواجد أحياناً، لكن كل ما يتقدم القمر ويشكل زاوية مع كوكب نبتون راح يكون الموضوع الاستفادة أقل. على الرغم من أنه أنت يعني تحس بشون نقول حيوية ونشاط أكثر من ذي قبل، لكن بنفس الوقت أريدك أيضاً تحافظ على المود واستقرار التصرفات والثبات الانفعالي، في سبيل أنه تحافظ على شون نقول الوتيرة أو العامة والحفاظ على الأجواء العامة دون الاحتكاك بالآخرين. نصيحة الفلك لبرج الميزان نقول، عزيزي أنت في نقطة النهاية، وجود القمر في برج العذراء يقول لك قد تصاب بشيء من التشويش، بشيء من التراجع النفسي، هناك من يتعبك في هذه الفترة. حاول يا عزيزي الميزان أنه تأخذ نصيحة الآخرين، تتكيف مع الأجواء وضغط الظروف. إذا شعرت بشيء من التراجع حاول أنه تلجأ إلى من يكون صدره وقلبه مفتوح لك، في سبيل أن يمد لك العون، قد يجوز المادي أو قد يجوز المعنوي. والإنسان يتألف من جسد زائد روح، الجسد يحتاج في بعض الأحيان إلى علاج، والروح كذلك تحتاج إلى علاج. المعالج الأول للروح هو الرب والصلاة، والثاني هو الأصدقاء الأوفياء بإمكانك أنه تعتمد عليهم. لمواليد برج العقرب نقول الفترة بالنسبة لك فترة تواصل ونجاح، حاول أنه تستثمرها بالشكل الأمثل يا عزيزي العقرب. لمواليد برج القوس نقول أنت دا تسعى حاليا إلى تعزيز سمعتك ووضعك المهني، حاول أنه تبذل الجهود في سبيل أنه تصل إلى المراحل اللي أنت تريدها. قد شوية نفسيتك شوية تشعر بيها شيء من التراجع أو شيء من الانفعال، الباب التجيني من ريح أسد واستريح، هاليومين شوية اتركهم. لمواليد برج الجدي نقول، من منكم على عتبة سفر راح يكون السفر بالنسبة إلى موفق، يومين تأخذ مجال الإيجابية إن شاء الله حلوة، حاول قد الإمكان أنه تستثمرها بالشكل الأمثل. لمواليد برج الدلو نقول،
القمر يقول لك أنني في بيت المال التمويل والقروض والعالم الآخر. العالم الآخر نقصد به الأحلام والعقل الباطن. إذن وجود القمر في برج العذراء يخلي عقلك الباطن منتعش، أحلامك اللي راح تشوفها بمثابة رسائل موجهة حقيقية. إضافة إلى هذا، إذا كنت تسعى وراء أمور مالية فاستثمر هذين اليومين تحصل على مرادك. مواليد برج الحوت نقول كن أكثر صبرا مع شريك العمل والعاطفة عزيزي. إن شاء الله تعدي هاليومين، انتظر حتى ينتقل القمر إلى برج الميزان يوم إن شاء الله 17 بالشهر ويكون الوضع أفضل بالنسبة لك. هذا ما يقوله تأثير القمر على الأبراج وتكوينه لزوايا مع نبتون والمريخ والمشتري، والله أعلم. نعم، كل الهلبيك وبهجران، تفضل يا هجران. تفضل يا هجران. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي، كل الهلبيك. تفضلي عيني. أني برج العذراء، أريد أعرف تفاصيل عن العذراء. العذراء تفاصيل عامة. وعندي بعد برجين، برج الجدي وبرج الأسد. متأكدة منهم حبيبتي؟ إيه حبيبتي متأكدة منهم. إيه بعيني، بطن عيني. سمع عيونك يا عيني، يلا عيني. كل الهلا بيك وتحياتنا إلك ولأسرتك. نعم، كل الهلا بالأخ أحمد من بابل. ألو. ألو. نعم، أريد أعرف برجي. حاضر، ممكن تنطيني التاريخ، تاريخ الولادة؟ 24/9/95. معرفة البرج تدلل يا أخ أحمد، ومعي منه فرح من الموصل. أهلا بيك فروحة. السلام عليكم سكينة. اهلا حبيبتي، كل الهلا. انت شلونك؟ الحمد لله، الله يخليكي. تفضلي حبيبتي، تفضلي. سكينة، عندي عدة اسئلة. نعم، بس يا ريت تجاوبيني بالتفصيل. بالتفصيل باذن الرب. تفضلي. عندنا يعني البرج اللي على اسم الام، يعني على اسم الام من ابحاث الدكتور حميد الازلي، عبد الحميد الازلي. نعم. مدى تاثير هذا البرج يعني على شخصيه الانسان يعني وعلى حياته اليوميه؟ اسم الام، هذا السؤال الاول. حاضر حبيبتي. نعم، السؤال الثاني. اهميه البرج الصاعد. نعم، اهميه تاثيره يعني اهم أهمية البرج الصاعد. نعم. وعندنا يعني أنا عندي كتابين مال كارمن. أيه؟ ومال ماغي فرح. نعم. على البرج الصاعد مال 15/11 كل مرة يطلع شكل البرج، يعني مرة طلع عندي برج العقرب ومرة طلع عندي برج العذراء. البرج الصاعد هذا تتحدثين عنه؟ 15/11/1960 من الساعة 1 لساعة 3 الفجر. والدي حضرتك بالموصل؟ ايه بالموصل. ايه حاضر حبيبتي، انا اطلع لك هسه طالع بالمضبوط. اريد بس شوية تفصيل عن برج العقرب هالساعة، وإذا أريد أقدم دعوة على برج الحمل، إيش وقت الوقت المناسب؟ دعوة على برج الحمل، الوقت المناسب. أوكي حبيبتي، شكرا لاتصالك، وإن شاء الله أجاوب على هالأسئلة. طبعا هاي الأسئلة أنا تعجبني. منو؟ حوراء من كربلاء. نعم. شنها حوراء هم انقطعت للأسف، أعتذر منك يا حوراء العزيزة. نعم، رانية، رانية أيضا من الموصل، أهلا وسهلا. السلام
ألو مرحبا. مرحبتين حبيبتي. حياتي أنت، ممكن أشارك إذا ما كنت أحمد؟ على راسي حبيبتي، على راسي، تفضلي. خليلي إياك يا ربي. بس أسأل عن مواليد برج الدلو 18/2/1990، الساعة الولادة من الساعة 10 إلى 10:30 الصبح؟ بس أسأل عندي، إي نعم نعم. إيه. بس إيه؟ أسأل عندي يعني لي في حالة صحية لي 17 في الشهر، يعني تفوز ولا شلون يعني؟ 17 بهذا الشهر؟ إي نعم. حالة صحية يعني عندك عملية لو عملية تجميل لو شنو؟ لا. ها عيني؟ لا الأختي حالة ولادة عندها. حالة ولادة هي شنو برجه؟ الأختي. إيه الأختي. شنو برجه هي؟ هي مواليد برج الدلو. ها هي مواليد برج الدلو. إيه نعم. أوكي. الله يسهل لها إن شاء الله. الله يسهل لها إن شاء الله حبيبتي. ماكو بعد؟ زين يابا زين تدلل. طبعا الاخت هجران من اتصلت بنا وتسال عن مواليد برج العذراء بتفاصيل كامله. طبعا التفاصيل تقول انه احنا نمشي على الخارطه الفلكيه. ليش دائما نتكلم عن الخارطه الفلكيه؟ حركه الكواكب من برج الى برج اخر هو اللي يخلينا نكون استنتاجات، أنا حتى ما أسميها توقعات، إنما استنتاجات لأنها شيء علمي لا يدخل في مجال التنجيم ولا يدخل في مجال، إحنا نستنتج هذا إنسان وهذا يعني أمور الحياة كلها ممكن إنه التأثير يكون. التفاصيل العامة تقول حالياً الكواكب وين؟ عندنا أورانوس ببرج الحمل، عندنا مثلا هسه المريخ والمشتري موجودين في برج الجوزاء والشمس كذلك، عندنا منو برج السرطان موجود بالزهرة وكذلك موجود بعطارد. هذه الخارطة الفلكية نجي نشوف لكل برج كيف يكون الاستقرار. مواليد برج العذراء وضعهم هسه شلون كفة الميزان بينه بين، لا هم كل الزينين ولا هم لا سمح الله يعني حالتهم قد تحتاج العناية، هم هسه حاليا بين بين. اللي دا يخدم منه وجود كوكب عطارد مع الزهرة في برج السرطان، هذا دا يخدم منه مواليد برج العذراء من ناحية إمكانية لو يعني اشتغلوا على نفسهم في هذه الفترة، إمكانية فتح باب أمل لتحقيق أمنية، لتحقيق فد شيء ممكن أنه يتمناه مواليد برج العذراء. هل هو ارتباط؟ هل هو و كل واحد حسب ظرفه. اللي دا يعزز هذا الموضوع الزهرة. الزهرة دا تخلي هذا التأثيرات الإيجابية ممكن أنه يستقطبها الإنسان فتنطيه الدافع والحافز للعمل، مو تنطيني حظ. شلون يعني كوكب الزهرة راح ينطيني حظ؟ إنما راح يساعدني في أنه جسمي يستقطب الهرمونات التأثيرات اللي تخليني أشتغل حتى أحقق الشيء اللي أريده. أكو فترة الإنسان يجي بيها يتكاسل يضوج يقول بعد ما أريد أسوي ما أدخل بهذا المشروع، وأكو فترة يراجع بيها نفسه ويعود في قراراته. هكذا هو تأثير الأبراج على أو الكواكب على منطقة العقل وبقية أعضاء الجسم وأجهزة الجسم. فهسه هم حالياً دا يستقطبون تأثيرات إيجابية. التأثير الآخر الأكثر لنقول ضرراً هو بعض التماسات في مجال المهنة. لو من ناحية واحد لو كان مثلاً اللي دا يشتغل ممكن أنه يلاقي شيء من الضغوط من العراقيل من الإزعاجات، بس قد ما تأتي الريح كن كالجبل ما يهزك ريح. لكن أكو في مجال آخر أنه شخص من برج العذراء خالي من العمل وهو يريد أن يحصل على وظيفة، بإمكانه أنه لو قدم في هذه الفترة وثابر واشتغل راح ينفتح له على المستقبل القريب باب العمل.
فهذا هو التفصيل الذي تقوله حاليا وضعية الكواكب في لمواليد برج العذراء. إذن هي أشياء حلوة وأشياء أيضا أكو بها شيء للموظف أو العامل أو شيء من هالقبيل مناغصات، لكن دائما الإنسان حينما ينظر حوله يتعلم منها أشياء كثيرة. فقلت لك أنه خلي تكونين إذا تواجهش ضغوط قولي لنفسك أنا جبل، كيفما كانت الضغوط ما راح تقدر تأثر علي إنما راح أصدها. مواليد برج الجدي حاليا الحالة تقول لهم أنه الكوكب الحاكم راح يبدي الموجود عندهم راح يبدي بلوتو، راح يبدأ بعملية تراجع، والتراجع يعني ما راح تشكل ديك المسائل في تأثير على كوكب منو عطارد والزهرة الموجودين وين في برج السرطان. هسا تقولون شنو علاقة برج السرطان؟ كل برج هو يعتبر بيت يخص شيئا ما لذلك البرج لصاحب البرج. هسا عندنا برج الجدي، برج السرطان شنو بالنسبة إليه؟ بيت الزواج وبيت لا سمح الله الطلاق وبيت الشراكة والخصم. وجود كوكب الزهرة حاليا وعطارد دا يخلي أكو شوية تشنجات، لكن هذه التشنجات من 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 بابها تنحل، مهما كانت التشنجات تنحل. هذا الشيء. الشيء الثاني إنه إمكانية حدوث ارتباط خطوبة أو زواج لكلا الطرفين من السرطان ومن الجدي. أوكي؟ فيا حبذا لو تكون الفترة نستغلها في إنه نخلي الأفراح ولا نخلي المشاكل تصير. مواليد برج الأسد حاليا مستفيدين من وجود ماذا؟ من وجود كوكب أورانوس في برج الحمل، ومستفيدين من وجود كوكب الزهرة والسرطان وعطارد في برج السرطان. هذا راح يساعدهم في تحقيق شيء مفرح، هناك فد فرحة تنتظرهم في هذه الفترة خلي يتهيأوا له. أحمد من بابل يقول أريد أعرف البرج. 25/9 أنت حضرتك العشرية الأولى من مواليد برج الميزان، برج الميزان الهوائي. فرح من الموصل سألتني أسئلة حلوة 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 ويسرني أن أجيبك على هذه الأسئلة. تقول ماذا تأثير اسم الأم؟ طبعا قبل بالسابق كانوا يعتقدون يقولون أنه الأم هي شلون نقول الموضع الرئيسي والأساسي لولادة الجنين وحمل الجنين. فالتأثيرات اللي تستقطبها الأم دا يستقطبها كذلك وين الطفل في الجنين في بطن أمه. فيقولون أنه هذا بما أنه التأثيرات واحدة فراح يكون يعني إلى فت شيء من العلاقة بالموضوع. إحنا علميا يعني نرى أنه هذا الشيء الإنسان العلمي يقول 1+1=2. أنا ما أمشي على ربما، أريد فت شيء يؤكد تأثير التاريخ الولادة وكذلك البرج الصاعد هو الأساس من اسم الأم، لأن اسم الأم إذا مشيتي على طريق أبو معشر الفلكي راح يطلع لك البرج الصاعد. بس أبو معشر الفلكي لما حاطط الأرقام هذه ما حاطتها تجين تجمعين رأساً ويطلع، هذه بها شفرة. في يوم من الأيام إن شاء الله لو أكو بي يعني وقت أوضح لكم. هي هذا أولاً اسم الأم. البرج الصاعد هو الفترة التي حينما يلد الطفل تكون ساعة تلك الكوكب أو تلك المجموعة النجمية، في تلك الساعة التي ولدت فيها أي مجموعة نجمية كانت عدا التاريخ اللي موجود. لأنه حبيبتي إحنا بدراسة علم الفلك ترى هو مثلاً هسا إحنا هسا فترة برج الجوزاء، هل هذا يعني أنه برج الجوزاء هو اللي طالع في السماء؟ لا، غير أبراج تطلع. فهذا يعني أنه ساعة الولادة هي اللي تحتم البرج الصاعد. البرج الصاعد يعني شي ينطينا؟ ينطينا مواصفات شكل وينطينا مواصفات طباع. هذه هي الفائدة.
والاستفادة شيء ما من يعني نقدر نعتبر 50% استفادة من حبيبتي الموضوع. بالنسبة إليك كبرج صاعد موالدة بالموصل، لا تمشين ترى على الأمور اللي هي شلون نقول تمشي بالكتب، لأنه الكتب تختلف ساعة الولادة من مكان إلى مكان تختلف، في بغداد غير عن الموصل. فأنتي مواليد برج العقرب جاية من ساعة بالوحدة للثلاثة الصبح بالموصل راح تكونين ميزان، ميزان حبيبتي ميزان أوكي. إذا عدتك عقرب دعوة فالروحة انتظريني بكرة أجاوبك الجواب التفصيلي أوكي حبيبتي، بكرة فالروحة إجابة أجاوبك عليها بالنسبة لموضوع الدعوة. الأخت رانيا من الموصل تقول أنا جاية من العشرة للعشرة الصبح مواليد برج الدلو الدلو الدلو. حبيبتي الطالع هو السرطان، الطالع هو السرطان، وعدها ولادة أكيد إن شاء الله راح تكون الولادة موفقة، ماكو أي إشكال لا تخاف، بس خلي تحاول إنه تهيئ نفسيتها وتساعدوها في سبيل إنه يعني تدخل الحياة أو صالة الولادة بروح نفسية جيدة ويكون الرب معها. وإحنا متوقعين إنه راح تخابريني وتقول لي إن شاء الله جابت، وبالتوفيق وبالسلامة لها ولكل من يلد في تلك الفترة. أشكركم، أشكر متابعتكم، أشكر الكنترول وكادر الإخراج، شكرا جزيلا، ألتقيكم بكرة. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج يوم جديد، نتمنى تكون رحلة موفقة وراقت لكم. شكرا لكم، نلتقيكم دائما على الخير والمحبة. والكلمة الأخيرة لعلي. أكيد الشكر لكل الزملاء اللي رافقونا بحلقة هذا اليوم، وشكر الأكبر لكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، نتمنى لكم أطيب المنى. إلى اللقاء.